وعليكم السلام ورحمة الله. الأخ عبد القادر زرقي، المهم الإخوة، كنا في نقاش مباشر حول موضوع تاع الابتزاز، إذا كان فيه إخوة آخرين يحبوا يشاركوا معنا في هذا النقاش ويفيدونا ربما بمعلومات أو بوجهات نظر أو برؤية، لما لا؟ بالعكس نتشرف بهذا. إذا كان فيه إخوة يحبوا يشاركوا يطلبوا فقط الإضافة ونضيفكم معنا، وإن شاء الله تفيدونا بالمداخلة تاعكم. الحوار مفتوح للجميع. كاين بعض الإخوة مر على مرة يقول لك الناس في الخارج، راه بإمكان أي شخص سواء كان في الداخل ولا في الخارج عنده الصفحة نتاعو في الفيسبوك ويستطيع هو أنه يقوم بمداخلة. موضوع هو حول الابتزاز. أصلا نشوف نجاوبكم بالواحد، الأخ العربي وعليكم السلام، الأخ اللي ترمز للإسم نتاعك بغبيون ولا مش عارف، أخ مختار سليم، عبد الله شلف، ربي يبارك فيكم، الأخ أخ علي من البرج. منين أخويا من البرج؟ البرج هذي راه بلاد كبيرة. منين؟ من الفيبور، من الجباس، منين؟ من الكوشة، منين؟ من البرج. وعليكم السلام ورحمة الله الأخ حروز. مساء النور. أصبر شفت ترى الأخ عبد السلام، أخ عبد السلام زيتوني. ياسين، واش قصتي؟ والله الأخ ياسين راني درت التسجيل وتحدثت فيه. أخ عبد السلام نزيد نحاول نزيد نضيفك. الأخ عبد السلام زويتني والله. سعدي من فضلك يا خويا، مرحبا بك وبناس بوكطب وناس البيض، ربي يبارك فيك. اخ عدلان، عدلان ملاح راهو في الباب جديد، عاودوا عيطوا له، عادي التصريحات نتاعو تستدعيه انه يعاودوا عيطوا له، نورمال. وعليكم السلام اخ امين، ربي يبارك فيك. الأخ اللي ترمز لاسمك بتاعك ميراش يحياني، وعليكم السلام من أضرار، مرحبا بك. مجانا يا أخويا، أنا مجانا راه مخوى الشيخ، هذه معلومة أضيفها في المعلومة تاعك. سلام من باتنا، مرحبا بك يا أخويا، الناس باتنا الزينين. أخ إبراهيم، ربي يبارك فيك. الأخ إبراهيم مع الوقت إن شاء الله راك تزيد تفهم أمور كثيرة. أخ ميلود وعليكم السلام. أخ عبد القادر يا خويا أرواح فيدنا بالمداخلة نتاعك، نزيد نعاود نحاول. مشكلة في الخط، يشوف إذا كان ما كانش عندك مشكلة في الخط ربما يقدر يكون الإشكال من الهاتف، مرات تكون الباراميتراج هذاك تاع الهاتف موش مضبوط، أضبطوه إن شاء الله. أخ أحمد يوسفي أخبر عن الإطاحة بأنيس رحماني، ما كلام فارغ.
مرحبا بك الأخ صدام، قلت لي نكثروا على الرشوة، نحكيوا على كل المواضيع. مرحبا بك، أهلا وسهلا بك أنت وبكل الإخوة، وروحوا شاركونا بالتعليقات، شاركونا بالمشاركة، وإن شاء الله واحدة واحدة توصل الرسالة. ما فهمتش الأخ التعليق تاعك، مش وحده؟ ها يا أخويا دبر راسك، واش راح نقول لك أنا. فريد عمراوي، نشوفو ترى ندخلو خونا فريد. فريد أتمنى هو أنه يكون الخط متاعك برك صحيح، يبدو هو أنه عندك مشكلة عندك في البارامتراج تاع الهاتف نتاعك الأخ فريد. نزيدو ترى نحاولو مع هذا الأخ اللي يرمز للاسم. رانا ننتظرو على جال باش تكون كاينة الارتباط هذاك بين الهواتف. ربما راه عندك مشكلة في الخط. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك الأخ الكريم. بك عايش لاباس الحمد والله لله. لاباس الحمد لله. منين الأخ الكريم؟ أنني عايش في ايه فرنسا ما شاء الله، وين؟ من عنا عنابة. ضواحي ب ايه ما شاء الله، مرحبا بك الأخ الكريم. كيفاش الاسم نتاعك؟ بيك عايش اسكندر. مرحبا بك الأخ اسكندر. بيك عايش واش تفيدنا الأخ اسكندر في الموضوع؟ موضوع تاعنا والله قطرة في البحر بارابور ليك يا أستاذ، معليش بس معليش، أكون مد رأيي. وراء المشكل قادر تفيدني انت بفكرة، قادر تذكرني بشيء ربما نسيته، قادر تفيدني، لما لا نستفيد من بعضنا البعض. يقول لك تجد في النهر ما لا تجد في البحر، هاي وا بالك تلقى حاجة. أنني نتعلم منك. خويا نتعلموا من بعضنا البعض ان شاء الله. إن شاء الله. واش لا مش راح نقول لك الابتزاز هذا اللي وصل، وصل حتى الابتزاز هذا وصل حتى نشوفه فيه درك في الوقت الحالي، وصل حتى الأعلى هرم في السلطة صح؟ باستعمال وبدأ بابتزاز شرعي. إنه نهار اللي أنا في رأيي متواضع، إنه نهار اللي مدوا لاجريمون لليشان وداروا تلفزة، لأنه داروا أكبر ابتزاز وبدأوا يبتزوا في الشعب كامل، تلفازة. لأنه تقصد القنوات الفضائية هذه جديدة؟ نعم ما ظنيتش الأخ. لا شوف نقول لك الأخ سكندر، لعب القنوات تفضل. نوردان لعب دور كبير في الحراك السياسي وفي في الكل في الحراك السياسي، ولا في نشوفوا فيها مادام لي موجاج كيليتي لا سي باس شاك فوا لي دي زانفورماسيون لي ني موجاج. الأخ فريد من بسكرة، مرحبا بك. وعليكم السلام. تسمع فيا يا أنا أستاذ؟ ما نسمع فيك أخ. والابتزاز هذا عن طريق المعلومات وعن طريق شوف نقول لك الأخ اسكندر، شوف المسألة هذه نتاع الابتزاز، يكذب عليك كاذب اللي يقول لك باللي هذه بدات من الفيسبوك او بدات بالقنوات الفضائيه الجديده. اللي قال لك هذا الكلام هذا ما هوش فاهم فيها حتى حبه، فهمت؟
قضية نتاع الابتزاز، الجهاز اللي أعطيني رأيك. يستعمل فيها هو الجهاز نتاع المخابرات. شوف نقول لك كيفاش يخدموا. هما قال مثلا رئيس حزب جديد راهو راح طلب اعتماد، مثلا نعم هو رئيس جمعية راح طلب نعم اعتماد، أو شخص عينوه في نعم مسؤولية مدير وزير، هما واش يروحوا يديروا؟ عندهم شبكة موجودة على مستوى 48 ولاية وفي الخارج، عندهم عملاء اللي يخدموا معاهم، وكاينين الناس اللي هما مش عملاء خدامين يعني جهاز تاع المخابرات، هما يستغلوا على المعلومات نعم تاع الشخص هذا، يستغلوه يروحوا. قال مثلا راهو في حجرة نتاع اوتيل، دخل حاشاك للطواليت، يديروا له كاميرا ثما في الطواليت، يديروا له كاميرا في الطواليت يسجلوه. المهم اي معلومة يستغلوها. من بعد درك مثلا راهو هو ماشي في الخط، كما مثلا عمار غول، حاكمينه من الوذنين، حاكمينه من الوذنين، ابو جرة سلطاني حاكمينه من الوذنين، كلهم بدون استثناء كامل حاكمينهم من الوذنين. شوف مسجلين لهم تسجيلات بالصوت وبالصورة. أنا يا أستاذ في رأيي، اسمح لي نقول لك في النقطة هذه برك نقاطعك، تفضل. اسمح لي. أنا بوتفليقة دار دولة تزول بزواله بالنظام هذا كامل، باسك كي بفضل نشوفوا بوتفليقة، الجوفرنمون بفضل البرلمان بوتفليقة. راهو ليس في المستوى، والمعارضة مفبركة، ما كانش معارضة، المعارضة مفبركة في صحيح. الجزائر. المعارضات في نفس المعارضة في حد ذاتها تعارض بعضها البعض، نصفها مع السلطة ونصفها ضد السلطة، وفي الأخير هم أجنحة للدي ار اس. يو كاينين هما يلعبوا في الدور نتاع المعارضة وفي دور موالات، فهمتوا؟ يجيبوا لك واحد، شوف السياسي يجيبوا لك واحد منا وواحد الزائف منا، يحرشوا بيناتهم الذي ويحاولوا هو انه تسمى شغل يخيروك بين انك تمشي مع اكس ولا تمشي مع عمر من الناس. احنا نحوسوا هو انه يكون راي واحد اخر، فهمت؟ لكن هذا الراي لما انت تكون ساكت وانا ساكت والاخر ساكت والاخر ساكت والاخر ساكت، الناس فيما بعد ما تفهم فيها حتى حبه. لابد هو ان الناس تتحرك من اجل فعل. سياسة التخويف والترهيب. نحن شاف أنا وش نشاف، يعني كيف نظرة المجتمع الجزائري. احنا كما نعيشو، احنا نعيشو شتي نعيشو كالوطن، خاطي الوطن تاعنا. احنا نحن عندنا عقلية انه نحميو دارنا، بصح غير نخرجوا للحي تاعنا شاك المواطنين كل يخرج يبدا كيجي الخطي خطي بلاده، ما يحسش باللي البلاد راهي بلاده، واحد ما يخدم في البلاد. الأخ الانسان هذا اللي ما الأخ بندوني اسكندر كرتاح، برك انه نوجه، بندوني في الأخ السياسه اسكندر يبندوني. صبرني شوية برك نوجه كلمة للإخوة اللي راهم نعم يتكلموا فينا. المهم تفضل. الإخوة والأخوات اللي يحبوا يشاركوا في هذه الدردشة هذه، تسمى لما واحد هو يطلب الإضافة يصبر شوية، راهو موجود في القائمة. من بعد لما يكمل الأخ هذا المداخلة نتاعو يتفضل ويدلي بالرأي نتاعو في الموضوع اللي هو حول الابتزاز. اصبروا شوية، لأنه مرات نكون أنا مثلا نتحدث، أو نكون مثلا راني نتحدث مع الأخ، والله ما نقدرش أنا نقرأ التعليقات، وبالتالي ما لازمش تقرأوا من أنه راني أنا جهلت التعليقات نتاعكم. والله معليش، ما فيش مشكلة، ربي يكون معك. إن شاء الله. للأسف فراح الأخ، نحاول ندخله هذا جديد، هذا الأخ كمال، أخ اسكندر راح. شوفوا ترى مع الأخ هذا كمال بلكش ما يفيدنا برأي واحد آخر. كامل بوتفليقة عندهم ملفات ابتزاز عليه، مش عم بالك وش هو، هما يحكموا ملفات على بعضهم البعض. هو قال مثلا كاينين الناس اللي راهم متورطين في الاجرام، قال مثلا واحد مصورين ويعذب في واحد، يجبدوا له الفيديو هذا، قال تتحرك نعيطوا منظمات حقوقيه وهكذا. واحد قال مثلا في ملف تاع رشوه حاكمينه في لاغرون،
واحد حاكمينه مثلا في ملف نتاع فساد، كل واحد كيفاش حاكمينه، هما يستعملوا هذه الملفات من اجل الابتزاز قصد الحصول على مغنم، قصد الحصول على شيء معين، موقف الى غير ذلك. دوك الناس اللي هما قال مثلا علاش راكم تشوفوا دوك مثلا انت في احمد طالب ولا في حمروش، والله كاين شخصيات يعني هكذا على المستوى الوطني، شخصيات وطنية ما يقدروش يخدموا مع هذو دي فويو، فهمت؟ راك تشوف واش راهم يديروا على الفيسبوك ولا على اليوتيوب، والله تهديدات الوعيد كذا، خلي من السب، خلي من تطيح الكلام، خلي خلي وخلي وخلي وخلي. درك هما لازم لهم ناس يكونوا دايرين القضية نتاعهم هي الجزائر، يتعرضوا للمشاكل، يتعرضوا ربما للضغوطات، يتعرضوا ربما حتى لعملية اغتيال. ولكن أنا قلتها شحال من مرة على الإذاعة نتاع وطني من خلال الإخوة اللي هما فين يتواصلوا معايا، ضحي من أجل هو أنه آخرين يستفادوا من هذه التضحيات، ماشي لشخصك، ضحي، ترى حياتك راها في طرفك، قادرين في أي لحظة اي لحظة يستهدفوك. ما الاخ اللي ترمز الاسم نتاعك بكمال حاولت باش ندخلك ولكن للاسف ما كانش، نحاولوا مع هذا. فرفوري، شوفوا ترى ندخلك الاخ فرفوري، نزيدو نعاودو مع هذا كازير فريد. اجتمع مع الاخ علي، للاسف الشديد راني عاود دخلتك الاخ فريد ويبدو انه عندك مشكل. دونك للربعه الاخ اللي دخلته قبيل اسكندر هو عاود رجع، نزيدو ترى نعاود نجربو معاه. يا واش طامع الاخ علي، يا واش طامع، الدولة العميقة موجودة من بكري، هاو كاين برنامج موجود في اليوتيوب، اكتب الدولة العميقة في الجزائر تلقاه، برنامج درناه على الإذاعة نتاع وطني، ويعني كنا احنا اللي طرقنا له الأولين في هذا الموضوع، وفيه تفاصيل تقدر تستفاد من هذا الموضوع. واش من حكاية يا راجل، انا درت مداخلة دوك، اذا كان راه هو عنده شي واحد اخر يقولوا من بعد نمشيو، انا هاني درت له فلاش برك. ما راكش تسمعها؟ علاش يا خويا ماكش تسمعها؟ الصوت مش مليحه. الاخوه اللي راكم متابعوا فينا الصوت مش مليحه. كاينش من عالي، الصوت يمشي عادي نورمال. ذا واش موضوع في الانترنت فريد، زيدو اوكي. شكرا للاخ اللي ترمز للاسم نتاعك، مشكل من عندك الاخ فريد، فهمت، جربتك ندخلك ومن بعد يقول لي باللي راك رفضت الطلب، كيفاش انت تطلبني على جال باش ندخلك ومن بعد يقول لي او رفضت الطلب، ربما راك مازال ماكش تعرف تميتريزي هذا المسألة. ترى مع الاخ كمال هذا
اخ كمال مباشرة هو انه انا ندير الاضافة وهو ينزل. اصبر تشوف نعاود كانش انا نضيفك برك ويجيني الميساج هذاك. اخ ما كانش، حاولت شحال من مرة اصبر ترى هذا جديد، هذا بالك لا عاود يفوت مكان والو. الاخ اللي دخلت الان العربي، الاخ اللي قلت لي عبد الحميد ما معنى الدول العميقة، راهو كاينه ندوة درناها على الاذاعة نتاع وطني منذ سنوات، بامكانك هو انه تستفاد منها. مرحبا بك الاخ محمد. والله اخ علي قلت لي يقولوا شوف المسألة تتعلق بالتوجيه، فهمت؟ درك في وقت من الاوقات قبل ما يخلقوا هذه الاحزاب الجديده وقبل ما يخلقوا هذه القنوات الجديده، كان التلفزيون الوحيد هو يوجه في الناس، هو والصحف اللي معها على الخط. درك لما جات الانترنت، مع الاسف الشديد هو ان الناس ما كانتش تستعمل في الانترنت، بالاضافه الى ان الانترنت ما كانتش موجوده عند الناس كل، حتى الهواتف النقاله بكري باش دير هاتف نقال لازم تكون عندك المعرفه، فهمت؟ من بعد لما بدينا احنا في هذه المسائل هذه نتاع الصوت والصوره على الموقع نتاع اليوتيوب، كانوا في البدايه ضحكوا، كانوا يضحكوا. النهار اللي طردقت في تونس وبدا هذا الحراك اللي راه موجود في مصر وفي سوريا وفي كذا، عرفوا من بعد باللي راه الانترنت هذه راه قادر تشكل عليهم خطر. ومن بعد بداو هما يديروا في صفحات ويمونوا فيها ويبعثوا في ناس لاعبينها معارضين ويحاربوا الفساد وكذا، من اجل على جل باش هما يبعدوا الشعب ويدعموا فيهم. كاين اللي يدعموه بالمال وبالوسمو بالوسائل، وكاين اللي يدعموه بالاشهار، كل واحد كيفاه. نعاودو ترى الاخ اسكندر ما كانش، راه مشكله. المهم فريد هاني عاود دخلت. ايوا السلام عليكم. وعليكم السلام ومرحبا بك الاخ. كيفاش فردي يا الاسم اخونا، نتاعك؟ لاباس؟ ربي يبارك فرجوني فيك. فرجوني، صباحك مرحبا بالله. بك الاخ فرجوني. الحمد لله، شفتك راك داير الحصه بان نتناقشوا معاكم وتحاوروا، ما بصح مانيش عارف فيما يخص. الموضوع نتاع الابتزاز. الابتزاز، ابتزاز الدولة ولا شامبوز ابتزاز الشعب؟ ها؟ كيما حبيت. درك حر. أنا باين نهضر على، شفت واحد قال لك جاوبته تاعي على بوتفليقة الرئيس. تفضل. أنا بالنسبة ليا بوتفليقة ماهوش زعما، غير أنا نهضرو برك تبان لي بوتفليقة، لا فوت ماهيش في بوتفليقة، لا فوت في الشعب. تقدر تبين لنا وجهك نشوفه كيما راك تشوف فيا انا؟ نقدر وي سوف دكور، قدم الكاميرا باش نشوفوك هكذا تعرفوا عليك. اعطيني جوج دقائق. المهم الإخوة والأخوات اللي راكم تتابعوا فينا، بإمكانكم المشاركة على المباشر، تساهموا معنا في هذا النقاش، ونحاولوا أن نفيد بعضنا البعض من خلال التعليقات. الإخوة اللي راكم موجودين في كندا وفي أمريكا وفي الدول هذه اللي راهو كاين فرق نتاع الوقت، هاي أقدر نشوفك يا خويا، راك ما شاء الله عليك. بارك الله فيك خويا، بغيت نناقشك، عجبتني غير الحصه راك دايرها، بصح على بالي بلي انت انسان راك باهي داير دي الحصه، راك باهي داير اون ديريكت، راك عارف ديفو. فانا اللي نشوف الناس يتناقش، انا بوتفليقه نشوف لي كومونتير. اسكو انت
في المفهوم تاعك الديفو راه في الشعب ولا الديفو راه في بوتفليقة؟ فهمني خويا. شوف انا تلقى عندي غير الموضوعيه ان شاء الله. إن شاء الله شوف أخويا كاين نتحاوروا، فيدني ونفيدك، ما فيش فيدني مشكله. ونفيدك. ايه أنا ما فيش غادي نمشي. مشكله. شوف روح. كاين اشياء اللي هي يتسمى الخلل. خلل كاين موجود في الشعب وموجود في بوتفليقه. صح شوف اولا لازمنا نفهموا باللي بوتفليقة هذا راهو بشر، ما هو لا نبي ولا رسول ولا راهو من الملائكة، راهو بشر مثلي مثلك، صح فهمت؟ صح بالتالي هذا بوتفليقة ما عندوش الوحي راهو ينزل عليه ولا عنده القوة. صح بوتفليقة هو ورث وضع بحيث أنه كانت هناك حرب أهلية طاحنة ماتوا فيها صح الآلاف من الجزائريين، كاين وضع وماضي اقتصادي متعفن، كاين والله مشاكل كبيرة في البلاد، البطالة، الرشوة، السرقة إلى غير ذلك من المشاكل، اللي هو ورث وضع، فهمت؟ صح بالإضافة إلى أنه عشية الانتخابات أنا راني كنت واحد من المعارضين ليه سنة 1999، فهمت؟ داكور هو صح لما هم انسحبوا مجموعة من المرشحين يلقى روحه وحده هو في الساحة. صح هو لما جاب القانون هذاك نتاع سموه القانون نتاع الوئام المدني، الأمن هو المدني. ما عملش الأزمة. الأزمة هذه لا تتعلق فقط بالفيس، الأزمة في الجزائر أزمة متجذرة وعندها قرون، ما جاتش غير هكذاك بين عشية وضحاها، باسكو كاينين الناس اللي هما حابين هما يحصروا هذه المسألة في علي بن الحاج والفيس والنظام والجنرالات والطاغوت وما على باليش واش. هذا الناس اللي يفكروا هكذا هذا التفكير تاعهم واطي، فهمت؟ والله قال ضباط فرنسا، فهمت؟ ضباط فرنسا وما على باليش واش، هذا التفكير تاعهم واطي. الأزمة متجذرة في الأسرة، صح كاين مشكل في الأسرة. الأسرة الجزائرية راني قبيل تحدث في المداخلة الأولى، ناس يا صاحبي المرأة عندهم لا تورث، ما تورثش المرأة، فهمت؟ كاينين المرأة نساء، كاينين البنات يتزوجوهم بدون الرأي نتاعهم، جاء باباها يزوجها، هذه النظام دارها لك، لا مش لا النظام. كاين مشاكل موجودة في الأسرة الجزائرية، وهذه المشاكل تسمى منها ما يمتد للفترة نتاع الاستعمار، والأمور متسلسلة، فهمت؟ المشاكل هذو تراكمات. بوتفليقة ولا أي شخص واحد آخر ما يقدر لهاش وحده. خويا انا راني باين نهضر لك على نجول الرشوه هذه. بالنسبه للرشوه نجاوبك على الرشوه، هات الرشوه هذه خويا ترى رانا مسلمين وراك في، وعلى بالي بلي راك تعرف التيال. انا الحاجه اللي عليها شاركتك في ذا اللايف عرفتك باللي راه عندك زعما راه عندك مفهوم على هذه البلاد كريدو. الرشوه دروك تا بوتفليقه راه دايرها لنا في الدستور، تمد الرشوه شكون يديرها؟ يديرها الشعب نو. دروك تايا شوف شوف الواحد دي كومونتي فيك البلاد الرشوه. الرشوه اخويا دروك تايا راك عندك سياره راك مقلع من الجي قسنطينه، تشوف نعم لاسيرونس تاعك تفيري في لي ستوب تاعك، تمشي السرعه المحدده، كي يقبضك الباراج يسيبك اجور تفوت، ولا درت الخطا دروك الذنب تاع بوتفليقه هنا في الرشوه شنو؟ ولا شوف الشعب هو اللي يكون الرشوه. شوف نقول لك راني اسمع نشوف، اسمح لي، راني نشوف الحر يهضروا الحراقه ويقول لك الدوله الحراقه اخويا بوتفليقه، مدوا لونساج الشعب ولا يبيع لونساج ويهاجر الهجره غير الشرعيه، الشعب ولا يصبح قاعد في القهاوي ويخلي الخدمه. انا في الجزائر بغيت نبني سكنه تحوس على الطبيب تسيب 1000 والمانيفر ما تسيبش، تحوس على 1000 مهندس وما تسيبش وما تسيبش وما تسيبش الماسو، ولا الشعب عايش الرفاهيه يحوس يحوس اوروبا ويحوس الخارج وبلادنا مليحه، بلادنا ما خصها والو. ما شوف ما خصنا لا ما خصنا واحد يقول لك درام البترول ودرام، حنا دوك نخدموا. الترك عنده البترول، فرنسا عندها البترول، الشعب تاعها خدام. الفو با نفهموا والناس يطيحوا، تسيب الناس يطيحوا للبلاد. البلاد هذه اللي ما يحترمها الشعب تاعها
واللي ما يحافظش عليها الشعب تاعها، واللي ما يحترمش الرئيس تاعو، واللي ما يحترمش النظام، الشعب هو اللي يدير، هو اللي يدير التهلكة لروحو. شوف الأخ الكريم، شوف أنت راك طرحت لي سؤال، قلت لي واه باللي بوتفليقة والشعب، تسمى أنت واه بالنسبة ليك راك تحمل للشعب للمسؤولية والخلل اللي راه لا موجود في الشعب. لا، مش الخالة موجود الشعب، الشعب بوتفليقة دروك دار لونساج، دار ها المد السكاني، كاين مبالغ ضخمة في الجزائر الله يبارك، رانا نشوفوا المطارات الدولية 900 سكنة، السد الفلاني، شوفوا كل شيء رانا نشوفوا فيه، ترى راك تشوف وانا نشوف، نعم بس الشعب ولا ما يبغيش يخدم بلاده، ولا الشعب يخمم في الهجرة غير الشرعية، فيخمم في الهجرة غير الشرعية. بار اكزومبل اصحاب لونساج مد الملايير راهم يحرقوا، يروحوا يدوا الدراهم اللي بنك ويروحوا لفرنسا. وي ولا نو؟ أصبرني أصبرني، تا واه دوكا راك طلعت نقطة مهمة، شوف وهي مرتبطة بهذا الموضوع. أنت صح يرحم باك، هذا الشاب واه اللي راهو برك هو رايح يدير ملف نتاع تشغيل الشباب، ما واه عندوش هو الثقافة على جال باش هو راهو رايح يخدم البلاد، رانا راهو اوني هو داكور اصبرني اصبرني، انا كنت نسمع فيك، صبرني اسمعني باش ما نشوشوش على الاخوه اللي راهم يتبعوا فينا، يعني كي نعود صح نتكلم اسمعني، وكي نكون تتكلم انت انا نسمع. شوف انت دوك راك اتفضل ذكرت القضيه دي نتاع تشغيل الشباب، واه صحيح هو انه فيه بعض الشباب اللي هما راهم داروا طلبات، او ربما راهم حتى دفعوا الرشوه على جال باش هما داو قال صفقات بالملايين وربما حتى بالملايير، ولكن فيما بعد قال هذا الشاب هذا دار فار على روحه، باع الماتريال هذاك بنص السوم واعطاها، فهمت؟ انت يا هنا بروحك بروحك لهنا، تما من جهه راك شغل كانك تدافع على بوتفليقه، انت راك تورط فيه، لا خطر علاش؟ خليني نجاوبك، اصبرني اصبرني اصبرني، خليني علاش؟ خطر كمل علاه ونجاوبك. هذا؟ معليش دوك نعطيك الكلمه، هذا علاش؟ هذا الشاب اللي هو يروح يدير مؤسسة ما عندوش ثقافة، ما عندوش ثقافة نتاع المؤسسة، ما عندوش ثقافة نتاع الإنتاج، ما عندوش الثقافة، ما عندوش الحس الوطني، فهمت؟ تروح أنت تمد ملايير الواحد لا دار تكوين ولا دار ستاج ولا فاهم حتى المشروع هذاك اللي راهو يحوس يدير فيه. هنا مثلا في فرنسا كي تروح أنت يا تطلب عمل يقول لك اعطيني السي في نتاعك واعطيني لا لتر دو موتيفاسيون، علاش انت راك حبيت الخدمه هذه؟ ويشوف من خلال الرساله نتاعك هذيك قال ها وش راك راح دير، وش راح دير السيد راح يدير ماشن، يجبد ماشن تاع بلاستيك، ما عندوش الثقافه نتاع البلاستيك، واش قال جماعه داروا ماشن بلاستيك، يلا دير ماشن بلاستيك، ما عندوش ثقافه، ما يعرفش حتى وش هو البلاستيك، واشي قال دير كراج تاع الدجاج، ما عنده تكوين، ما عنده ثقافة على جال باش هو يعالج الدجاج هذاك اللي راهو داير فيه، ما عندوش، واشي قال دير ريستورون، دير ريستورون ودي، من بعد هو من بعد هو لما هو يواجه الواقع، كان قال مثلا هو عنده حلم على جال باش هو ياخذ صفقة فيها قال مثلا 200 ولا 300 ولا 400 مليون اداها، من بعد راهو امام الامر الواقع، شوف روح هو ما عندوش، ما عندوش الثقافة نتاع التسيير تاع هذيك المؤسسة الصغيرة اللي دارها، هو واش يولي يدير؟ يعطيها، فهمت؟ ولهذا الرشوة أنت كنت تحكي عليها، هاي الرشوة هنا، الرشوة تروح الناس تدفع ملفات وتدي تدفع الرشوة على جال باش تدي، هذه شكون اللي دارها؟ دارتها أنا؟ دارها المواطن تاع الشعب؟ ما دارهاش الشعب، هذه دارتها الحكومة وداروها اسمح لي يا المسؤولين اخوي، اللي راهم موجودين في الإدارة، صحيح أنت لما خليني تشوف أنت في القوانين، شوف انت في الدستور، القانون والدستور يدافع الحرية نتاع المواطن، والشعب هو مصدر السلطات وكذا ومكافحة الفساد، ولكن في الواقع نظريا في الدستور وفي القوانين شيء، ولكن في التطبيق في التجسيد حاجة واحدة أخرى. تفضل. اسمع لي يا اخويا، انت يا قلت لي كاين ناس راهم فما في البلاد داو المشاريع، داو لونساج وداو هذو الكريدي بونكار كيما نقولوا،
راه ما عنده مبالغ كما يقولوا هائله، راه ما تتوقعش كان يعطاته الدوله مليار ولا عنده 20 مليار، وما كانتش عنده الخبره. كاين نعرف ناس انا ما كانش عندهم الخبره وراه عندهم الوزينات. الشعب تاعنا يا اخي الكريم، انا ما نجيش نجوجي لك بوتفليقه، بوتفليقه انا دروك انا من نجي نشوف. انا الجزائر ما نحسبش ما نحس انا نحسب انا الجزائر نحسبها من 99 ونرجع، ما نحسبش من غادي نعرف باللي غير مشاكل وغير انقلابات وغير. نحكي لك انا من 99 ورجع، حنا دروك نجي نشوفوا لو رول تاع البريزيدون، الامن تاع البلاد هذه الاولى، الحمد لله مامنين ما خصنا والو، يتهلا في الشبيبه وانفيستي يمد السكاني ويمد كيما نقولوا هذاك البيطاري رار. كاين الناس راهم يعطوهم الباطيمات، يعطوا له افطروا يرفد المفتاح يفوت ديك لا كوميسيون عامي بها. ايه واش راني نقول لك، انت راك تحاجي وتفسر، لا راك خويا تحاجي وتفسر لما انت توسي في المواطن. المواطن شوف نقول لك، الا راك فهمت الكلام نتاعي، راني بديتك بها هي الاولى، قلت لك باللي راه كاين راني تراكم معاك نتاع المشاكل. اصبرني، كاين وا تراكم نتاع المشاكل هذه ما يحلها لا بوتفليقه ولا اي خبير في العالم، هذه لازم لها ثقافه، والثقافه هذه ما تجيش غير درك هكذاك بين عشية وضحاها تخلق. ما معنى هو انك انت تروح تبني لي جسر اخر مركة يا سيدي، هاك تشوف فيهم قال مثلا مثلا مسجد قطار مثلا، تروح تجيب لي انت واو قطار اخر صيحة، ومن بعد المواطن هذاك راسه فارغ يدخل للقطار يزلو موس ويبدا يقعر في الاخر في الكرسي، والله هذه ما على كاينه بالي هذه والله. تحصل له زجاج. مدرسة تروح انت تجيب لي مدرسة عاجل باش تطري الناس، وقال الواحد يجي يريبها ويكسر. علاش؟ لأنه هذا المواطن الاستثمار ما كانش فيه، لابد هو أنه يكون الاستثمار في المواطن، فهمت؟ استثمار في المواطن، قال مثلا جمعيات ومشي غير جمعية، قال افتح جمعية وكذا، جمعيات يكونوا ناس مثقفين، ناس واعيين، ناس مفكرين، ناس دعاة صالحين، والأساتذة إلى غير ذلك، باحثين، والناس تتعاون في الإعلام في الفيسبوك. احنا دوك مثلا الآن قادر دوك مثلا تروح تلقى واحد ما عندوش الوعي هذا يتكلم معاك بأسلوب واحد آخر، فهمت؟ احنا نحوسوا باش نخدموا البلاد، نتعاونوا من أجل على جل باش نقولوا للمحق أنت محق، وللإنسان مرحبا اللي يا راهو سيدي، عليه الضلال قول له عضال، باش تجي تقول لي دوك انت بوتفليقه. بوتفليقه راهو مريض على كرسي الموت، راهو على كرسي الموت، واش قاعدك انت على جال باش انت دير سانكيام كوندا ولا سانكيام موندا ولا الجماعه هذو اللي راهم معاه؟ لماذا تحوس انت لفائده البلاد؟ لماذا الجزائر هذه ما فيهاش؟ كيفاش هذا درك هذا بالخادم في وقت من الاوقات في وقت غير بعيد نحاوه؟ لماذا نحاوه؟ قال لك ها هو راهو متورط وها وكذا وها وكذا، ورجعوه الشيطان والان يسلموا له على راسه. لماذا؟ شكون هذه نتاع المواطن الشعبي، هو المواطن الشعبي هو اللي راح اللي جابه. السلام ويحيى عليكم اخويا. نحاوه في وقت سابق، كاين اصبرني، شو بوتفليقه، ويحيى نحاوه في وقت سابق، نحاوه وكذا، وقال هو عنده طموح للرئاسه وها وكذا، وهو نزع منه بوتفليقه، نزع منه المصداقية، وهو نزع منه الثقة، ومن بعد عاودوا رجعوه تبون، جابوه في البرلمان وقال محاربة الفساد ومحاربة الفساد بين عشية وضحاها، راح تبون. عمار سعداني جابوه وقال ها هو ها هو داير جنرال توفيق وها وكذا وها وكذا، من بعد يلا بين عشية وضحاها راح جمال ولد عباس وهلم جرا، على جال باش ما نضعش داخل التفاصيل. اسمع لي خويا، نفهمك على هذا جمال ود عباس وكاع، هذا سي بوليتيك في الجزائر كيما نقولوا السياسه. السياسه تاعنا الدور والسياسه تاع بوتفليقه هذه المليحه، ليس كم كاع ما كاينش اللي يقول في الجزائر انا هو، وما تفهمش ما تصنش البوليتيك تاع بوتفليقه السانكيام موندا ولا كيفاش شطب الخادم خرج وعاود رجع قادر فاني بوتفليقه يخرج. السياسه تاعنا تتطلب بان نخرجوا يحيى وندخلوه، وتتطلب نديرو ذاك ونعاودو نخرجو ذاك، تتطلب البوليتيك. الجزائر تاعنا راهي، الجزائر تاعنا راهي كيما يقولوا قدام اعيون العالم كامل، ما كانش تتطلب البوليتيك.
تطلب كانش البوليتيك تاعنا كيما هكا. ما كانش طاقات، ما كانش كوادر، ما كانش كاين غير ويحيى يروح ويجي، وكاين غاب الخادم يروح ويجي، وكاين غاب الآباء واسمه. اسمح لي خويا، اسمح لي خويا، دروك باين فهمك، دروك انا دروك المفهوم اللي باين فهمولك، دروك احنا ما نطيقوش، دروك احنا ما نطيقوش، انا باغي تجي تقول لي زعما بوتفليقه مش عارف شنو راه يدير، ولا هذو الناس اللي راهم يجيو ما مش عارف ايش راهم يديروا، ما عارف ايه روحهم شنو راهم يديروا. وبالك وبالك هذا، وبالك هذا كيما نقول، انت قلتي بالخادم تخليهم ده رئيس حزب، افلا لا ها، ما قلتش لا انا رئيس حزب، عيطوا له، ما شاء عاودوا الله، عيطوا له. ما نديروه نديروه اليوم، داروه رسموه المهم الاخ نديروه. الكريم، نحاول هو انه نشاركه اخوه اخرين على جال باش يزيدوا يفيدونا بالمداخلات نتاعهم. لا خليني شكرا خليني غير لك. فهم، خليني فهمك هذه النقطة وشكرا. تفضل لي، ما تطولش النقطة بزاف اللي برك. نفهمها لك، ولا النقطة اللي نفهمها لك خويا، البوليتيك في الجزائر صعب واعر، بالخادم كي يخرج فيها تصفية حسابات، كي يعاود يخرج ويحيا فيها تصفية حسابات، كي يعاود يروح ذاك فيها تصفية حسابات، ما تقولش ودي الدولة راه في إن هي روبوت في ما يعرفش، كل شيء محسوب على الورقة هكا مكتوب بالنقطة للحرف، شغل شغل ما مش مهابيل هذا. ثم تصفية حسابات، يخرجوه بتصفية حسابات ويعاودوا يرجعوه بتصفية حسابات. احنا الشيء اللي نهضروا عليه، الرشوة دارها الشعب والحرقة، الشعب مهبول يبغي اوروبا يحرق، يبيع لونساج ويجي يحرق، والرئيس تاعنا الله يطول في عمره ما عندوش كاع مشكل، من 99 ل 2018 البلاد افونسات، الى خرج غدوة يخرج كرجل خلى التاريخ في البلاد، والى قعد بصحته وكمل فاني بور موا نورمال. يا ربي معنا. قادر نجيبوا انسان واحد اخر، قادر نجيبوا انسان واحد اخر، والجزائر تولي في ورطه، الجزائر ديجا من 62 حتى الحقها 94 الارهاب، ونعاود ثاني نولوا غير نفس المشاكل، اوكي شكرا. والبروبلام ماهوش في ليطا، البروبلام راه في الشعب، الشعب يستف روحه، تولي بلاد دور البلاد كي الشعب ينوض يخدم الصباح ويعرف روحو بلي راه عنده بلاد، وينقي للشعب يتسيبو يقيس الكارو ويخلي لابو بالو ويقيسو في الارض. شكرا للاخ فرفولي، المهم راني بارك الله سمعت فيك خويا، المداخله نتاعك، ان شاء الله ربما نزيد نتلاقيه في فرصه واحده اخرى. ان شاء الله شكرا خويا، بارك الله فيك. شكرا. المهم كاش واحد من الاخوه، الاخ اللي قبيل كنت تكتب لي بكاكا ما على باليش هكذا، عاود اطلب المداخله وندخلك. نجربه ترى مع اخونا نسيم. نسيم للاسف الشديد سيم، يبدو لي هو انه راه عندك مشكلة في الباراميتراج تاع التليفون تاعك. دوك نزيد نعاود ندخلك اللي ترمز للاسم نتاعك. نفس الشيء الاخ الكريم اللي ترمز للاسم نتاعك بكاكا هكذا، حاولت باش ندخلك و يجيني الرفض. ربما نفس المشكلة راهو عندك في الباراميتراج تاعك. شوف الباراميتراج تاعك بالك لعود راك غالق هكذا واحد اصبر ترى شوفوا ترى مع هذا راسيم هذا ولا وش اسمه، نفس المشكلة. اخ علي، علي هذا نفس المشكلة. مهم يبدو هو ان الاخوة والاخوات اللي راكم تتبعوا فينا، واللي ربما راكم تحاولوا تشاركوا بالاراء نتاعكم باش واحد يقدر يشارك، لازم يكون عنده هاتف نقال موشي بالكمبيوتر، لازم يكون عنده هاتف نقال وتكون عنده ابليكاسيون تاع الفيسبوك، لازم يكون داير لابليكاسيون تاع الفيسبوك في الهاتف نتاعو، يدخل من خلالها. لما يدخل الفيسبوك يدخل من خلال لابليكاسيون هذيك، من بعد هو يفتح الفيديو هذا، ولما يفتح الفيديو يلقى خانة فيها نتاع الكاميرا يطلب الإضافة. من بعد لازم يكون هو مشغل نتاع الصوت والوسمو، لما يدخل يطفي الصوت يعني في المداخلة هذه ويسمع فقط من خلال الميكروفون نتاعو ومن خلال السماعات نتاعو. نعاود نشوف ترى نجرب الأخ، نفس المشكلة الأخ نسيم روابح. شوفوا ترى هذا سيد أحمد هذا
نفس المشكلة الأخ سيد أحمد قارة، دخلتك ونفس المشكلة. شوفوا ترى هذا معزة والله، وش اسمه، هذا أنا نشوفه ترى هذا، أو يمشي الخط نتاعو. لا الله، إن شاء الله ودخل نتاعو. ألو، مرحبا بك الأخ. السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله. واش راكم شوية؟ والله لاباس الحمد لله. مرحبا بك. الحمد لله. الهضرة تاعك خويا راهي تتقطع. لا، نسمع فيك جيدا. نعم، راني نسمع فيك جيدا الأخ الكريم. الهضرة تاعك راهي تتقطع خويا. راني نسمع فيك جيدا. هلا تقدم ليا، هاي معايا بنتي، هاي تهضر معاك بنتي، واش المشكل برك؟ ما شاء الله، مرحبا بك. كيفاش الاسم نتاعك؟ اسم نتاعك ومنين راك تكلم فينا؟ قولوا واش راكم، قولوا واش راكم، قولوا لا يهضر معاك، قولوا واش راكم. خلاص ايوه، قولوا واش راكم. ديروا بروفايل، تفضل الأخ ديروا باي الكريم عن باي، الموضوع كان هو حول الابتزاز. ديروا باي باي. السلام عليكم، قولوا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا. نعود شوفوا كشما الأخ عبد القادر حيرش. شوفوا ترى الأخ عبد القادر حيرش هذا كشما يفيدنا برأي، والله يفيدنا بمداخلة. أخ عبد القادر حيرش، أخ عبد القادر مازال ما طلعتش يبدو أنه راه عندك لا كونيكسيون ضعيفة. الأخ عبد القادر، أخ عبد القادر، راني أضفتك، يبدو وأن الخط نتاعك ضعيف، لذلك نمر لواحد آخر باش ما نحكموش الإخوة. نزيد نعاود نجرب معاك الأخ نسيم روابح، نزيد نعاود نجرب معاك، ما مشاش الأخ نسيم. نمر للأخ اللي مسمي روحه علي علي. شوفوا ترى هذا الأخ هذا علي علي، ألك لعل الله الآن يمر. هاني طلعتك الأخ اللي ترمز للاسم نتاعك بعلي علي، هاني طلعتك. أخ فريد، ما فيش مشكلة نطلعك ومرحبا بك. هاي هو الأخ اللي ترمز للاسم نتاعك بعلي علي. مرحبا أستاذ، مرحبا أستاذ، واش راكم؟ منين راح تكلم فينا الأخ الكريم؟ الله يبارك فيك. أنا منين نكلمكم راك تكلم فينا؟ أنا من الجزائر، من البر. من البرج. منين من البرج؟ من الجزائر، منين؟ من مجانا، من مجانا أستاذ. من البرج؟ منين البرج؟ نعم؟ من مجانا، من مجانا، من مدينة مجانا أستاذ. مجانا، ما شاء الله. وش من عائلة من مجانا؟ الله يبارك فيك. أنا شمالي. ما شاء الله. شوف الأخ شمالي، الموضوع نتاعنا هو حول الابتزاز. تحية من خلالك الناس مجانا وناس البرج اللي راهم يتبعوا فينا في برج الغدير، مجانا، المنصورة، المهير، عين تغروت، سيدي مبارك، وكل الدوائر بارك الحمادية. الله فيك أستاذ. أستاذ أنا تفضل الأخ شمالي. أنا أنا نظن أنا نظن أنه النظام تاعنا مش
مش مبني على مؤسسات، مبني على أفراد. صحيح. وهذه الأفراد هم اللي سهلوا الابتزاز في بعضهم، ويكون بتواطؤ مسؤولين كبار، لأنهم أغلب المسؤولين في البلاد هذه يكونوا معينين، ما همش منتخبين، ما همش مزكيين هم الشعب. هذا يزيد في الابتزاز للأشخاص. وثاني حاجة، وش زاد الطين بلة؟ كما نقولوا احنا، المؤسسات تاع الدولة تبتز المواطن العادي، تبتزه. فاش تبتزه؟ تبتزه في الحقوق تاعه. هذا ما جعل الابتزاز بين الافراد ولا شيء عادي، بين مواطن يبتز مواطن ولا تبلو عادي، باسكو الدولة تاعه هي اللي تبتز فيه. يعني مثلا لو كان تعطينا كاش أمثلة. مثلا نحكي انا على روحي، نحكي واقعة صارت لي لي. نعم. انا استاذ، انا متخرج ليسونس حقوق عندك لا ليسونس في الحقوق، ما شاء الله. من جامعة سطيف. نعم. اه ما شاء الله، بارك فيك. ونخدم اجون سيكيريتي، عندي ويطوم اللي خلصت له قرايه. شاركت في مسابقه تاع لا سانتيير، شنو ما ندير فيها. كي شاركنا في المسابقه هذه، تخيل يا استاذه، كاين 10 مناصب. نعم في شحال جوزنا الكونكور؟ جوزنا فيه 11. نعم انا هو الزايد. كي رحت نجوز الكونكور، قال لي السؤال الغريب والعجيب اللي طرحوا لي، قال لي انت شكون يقرب لك في لا سانتيه؟ قلت له ما يقرب لي حتى واحد. قال لي كيف سمعت بالكونكور؟ قال لي كاين 10 بوست، كاين اللي كاين 10 كونديدا. قال لي انت راك زايد بهذا لا فاسون دو بارلي. ايه كاين منها صح. لا هو كاين الابتزاز. نعطيك امثله. كي قلت لك انت الابتزاز نتاع كاين منها صح. نعطيك امثله. كاين مثلا بعض البلديات صارت عندنا، قال مثلا خلي حتى في البرج، جاي مادام راك برايجي خلي نحكيه في البرج. انت عشت المرحله نتاع التسعينات ولا ما عشتهاش؟ أنا من مواليد 86، يعني ما ما حكيتش مليح فيها. تسمى ممكن تخيل بيها برك في المرحله نتاع التسعينات. لا 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 بس. شوف في المرحله نتاع التسعينات قال مثلا مجانا، ما دام راك انت من مجانا، قال مثلا مجانا صوتت على الفيس مجانا تعاقب. أيوة. تعاقب تعاقب. ايه تعاقب. قال مثلا مشروع ما تعطيش المجانا اعطيه، قال الدائره واحده اخرى صوتت على لفلان مثلا. صرات هذه. توجه تسرع استاذ، كاين بعض تسرع. انا نهضر لك حد. الكهرباء حرموهم من الغاز، ومن بعد يصيروا هما يبتزوا فيهم. قال لابد هو انك تصوت على الراندي، لا صوت على الراندي راه المشروع نتاع التريسيتي ولا نتاع الغاز راهو مضمون. مضمون يعني. كاين منها مليح. ما نظن انا باسكو، وعلى الشخص اللي تدخل قبيل على المشروع تاع لونسياج، نعم نحب نعقب عليه، ماشي مشكل. ما فيش مشكلة، تفضل. دوك انا راني قلت لك، انا خدم اجونت سيكيورتي في لا بونك، نعم اسمع عندي نظرة على الامور هذه. انا نظن باللي انه المشروع فاشل في حد ذاته، انه تقدم انت شاب مبلغ مالي اصلا هو ما عليه باش واش يدير به. نعم شاب مثلا ما عندوش من باك، ما عندوش قطعه ارض، وتعطي له مشروع فلاحي، تعطي له مثلا يدير باتري تاع الجاز، هو لا علاقه، ما عنده، ما يقدموا له مثلا، عارفاش كيسموها، هكذا حاجه تثبت الكفاءه تاعو، شهاده تثبت الكفاءه تاعو في الميدان اللي راه طالب فيه الكريدي بونكار. ما يطلبوهاش ويمدوا له كريدي بونكار. ومن بعد دروكا واش راهم يديروا لهم؟ يخرجوا لهم محاضر عدم الدفع هذيك، بعثوها للبروكيرور، البروكيرور عيط للمحكمة، محكمة سجن وألالي. ونظن أن هذه المشاريع اللي داروها من أجل كما نقولوا حنا يشريو بهم السلم، ما هوش داروا مشروع سلم ومصالحة، شراوها. أنا يتبان لي هكذا.
شراو المصالحة والسلم، شراو بصوار، مصالحة غير موجودة، شراو الشاب الجزائري. مصالحة غير موجودة، نعم مصالحة غير موجودة. لا لا، نادروا على السلم هذا اليوم، نادروا على السلم هذا اليوم دايرينه استاذ. شوفهم نقول لك، شوفهم نقول لك انا في بس تبان لي بلي الهدنة، الهدنة أخشى هذه. مالي، أخشى مالي، أخشى مالي، أخشى مالي، تفضل استاذ. شوف المسألة هذه بالذات. الجزائر مرت بفتنة عمياء، ونفسيا المواطن الجزائري غير مستعد على جال باش يقفز للمجهول. المواطن هو مش خايف من الدولة، النظام، ما نقولوش الدولة، مش خايف من النظام ولا السلطة، مش خايف منها. المواطن هو مش حاب يعاود يرجع للمأساة اللي عاشها، باسكو هو اللي دفع الفاتورة. ما هو خسر في الأزمة هذه؟ للأسف الشديد الأخ قطعت المكالمة بتاع الأخ. المهم الأخ اللي قبيل قلت لي راك ريقليت المشكلة نتاعك، عاود اتصل ونعاود ندخلك. الأخ اللي كتبت لي تعليق حول أنيس رحماني قلت لي حوس يشارك، مرحبا به، ما عندي حد. ايه يجي امير ديزات مرحبا به، يجي بزديره مرحبا به، يجي جنرال توفيق دوك لو كان يعيط وقول له انتصل مرحبا به. انا نحاور الناس كل، ما عندي حتى اشكال. نحاول هو انه نعاود ندخله. شوفوا ترى هذا فريد صح. مشكلة، أنا أهلا وسهلا بأي واحد من الإخوة يحب يجي يشارك، يدلي بالرأي نتاعو، هو حر. ولكن أنا ثاني عندي عقل نفكر به. لما نشوف أنا واحد قال راه بموضوعية، مرحبا به، مرحبا بك الأخ صالحي. صحيح شيخ، وش راكم لاباس؟ والله غالبا بس الحمد لله. واش راك تايه؟ والله ربي يهنيك. منين انا راك كنت تتكلم عطيت فينا؟ لي، ما تقوليش من الصيف برك. لا انا من الجي، انا من الجي عاصمة. ما شاء الله، انا نتبع مرحبا فيك في بك. اليوتيوب، نعم، انا نتبع فيك في اليوتيوب. ما شاء الله، من وقتاش؟ يعني صراحة عندي واحد شهرين. شهرين. يعني عندك لازم، اسمع، لازم لك 5 سنين وانت تتفرج في الفيديوهات باش تكملهم. صح، ولا غير ماشي. شفت عندك مداخلات يعني مليحة، يعني كيفاش تشوف الأمور يعني لا بأس، مش موافق معك في بزاف حاجات. واش تفيدنا الأخ صالحي بالموضوع هذا نتاع الابتزاز؟ شوف انا واش نقول لك، احنا يقول لك يا اخي الشاب تاعنا محقور وحقار، فهمتني؟ كاين منها، نعم، والله كاين، كاين شوف منها. كاين امور، كاين امور شغل تاع سياسيين هما اللي عاملينها يديروا سوء تسيير. بصح شوف دوك نقول، شوف في الادارات، الادارات اللي يخدموا في الادارات هذوما الناس شعب، هذوما مش دوك تروح للولاية ولا تروح للجمارك ولا تروح للبلديات ولا تروح للايزامبو، هادو كاع شعب تقصد الموظفين؟ موظفين. هذا الموظفين شعب، دوك صحيح، تلقى، تلقى واش تلقى؟ تلقى من ذاك العراقيل. وحنايا وشنو؟ حنا الشعب يعرق للشعبي، الشعبي يعرق للشعبي. دوك حنا كي خلينا هادوما سياسيين اللي راهم في الطبقة العالية هذه، كيكون الشعب منظم ويكون مسقم ومترافد وهذا يعاون هذا، هذوك ما يقدروش يسيطروا علينا. شحال كاين؟ 20، 100، 200، 300، ما يقدروش يلحقوا الكم الهائل تاع الشعب تاعنا، فهمتني؟ يكون الشعب منظم، كي يتنظم الشعب الدولة تتسقم. انا هذا واش راني نشوف. بو عندي حبيت نعطيك لك على تاع الحراقة. حراقة والله شوف ما فيش نعطيك مشكلة. مثال، نعطيك مثال تبعني مليح أستاذة. نعم، كاين شوف كيما كاين واحد الظاهرة تاع واحد اللي يشطح هذاك، يا ربي واسمه ريفكا، لا تسمع له ايوه، هذاك يشطح ويعني ما يديرش حاجة، ما يديرني حاجة
علمية، ما يدير حاجة ثقافية، ما يديرش، ما يجيبش حاجة زيادة للمجتمع، ما يدير غير يتمهبل كما نقولوا احنا، يتمهبل، فهمتني؟ شغل بالتمهبل تاعو، شغل دار حاجة، جاوا 10,000 واحد، يعني هذوك 10,000 بنات، هذوك اللي سي ديجان، يعني هذوما عباد صغار تاع 20 سنة، هذوما 10,000 بنادم اللي يقدر يسيطر عليهم وجابهم، باش تشوف يعني باللي شغل المستوى راه شغل منحط، فهمت؟ صحيح او منحط، شغل كي اللي راهي شغل، حنايا الشباب تاعنا شغل ينجر، كيما هذيك لاموض تاع كي راهم يتبعوا في ريفكا، شغل كي اللي هي سيتي المود تاع الحراقه، قال اسمع هذا كم يروحوا في الفلوكه، يلا قال نروحوا، هذوك ماشي هكذاك، هي هذه شغل. خلينا صح، المجتمع تاعنا كاين خدمه ناقصه، وكاين مشاكل دراهم، المعيشه غاليه، بصح انا واش راني نشوف، انني رحت ليترونجي وشفنا، انا واش راني نشوف، ما في شوف في اوروبا ماهمش ملاح، كاينه ازمه، راك على بالك بها، انت بالك عايش في اوروبا وراك تشوف كاينه ازمه، صحيح. تروح شوف، تروح لتونس، تونس تلقى الخبز حنايا رخيص عليهم، حنايا المعيشه تاعنا في الجزائر غاليه، مانيش نقول لك رخيصه، غاليه تسمى، بصح لو كان تشوف تونس ولا المغرب تلقى حنايا رانا ملاح، تولي تحمد في ربي، فهمت كيفاش؟ نعم. فهمتني واش نقول لك؟ وش هو هذا نعم. المشكل هذوك يا اخي، هذا المشكل هذا من الازمه العالميه اللي صارت، ازمه اقتصاديه في اوروبا، راهي الناس تعاني تاني، وش هو حنايا الشباب تاعنا نجر، شغل شغل هذه ظاهره الحراقه، هي ظاهره شغل، شافوا ان واحد راح سلك، ايا كاع نروحوا، شغل اقسم بالله هذيك ترى، شفت انا واحد شريط هنا في الجزائر في واحد القناه، المهم ما نذكروهاش، تلقى الفلاح حب يدير الفلاحه ما كاش اللي يخدم له، علاش؟ باسكو نعم شغل الدوله شاركت في تكسير الشباب باش ما يخدموش، كيفاش كسرتهم؟ كسرتهم باسكو تعطي لك اكس، تدفع انت يا اكس ريدنيسونس، راك معايا يا استاذ؟ نعم تدفع اكس ريدنيسونس وريزيدونس يعطوك مليار، كيفاش تحب تروح تخدم انت يا في الفلاحه؟ كيفاش تحب الشاب يروح يحب يخدم في الفلاحه؟ ما كاينش الحاجه اللي لازم، شغل احنا الدوله والشعب، احنا كاش بيناتنا ماشي زارعين حب، الحب تاع البلاد، فهمت كيفاش؟ حب العمل. نعم نقول لك حاجه، اقسم بالله يا استاذ، شفت خطره كنت في واحد البلاد في اوروبا، راك معايا، نعم شفت واحد يختم شغل في الطريق، يجوز دراري صغار، شغول ما على باليش بالك، والله يا استاذ انا كنت قاعد في الفندق، شوف من 7 تاع الصباح في واحد البرد ل 8 تاع الليل، هو قاعد في البلاصه هذيك، والله غير قاعد نشوف فيه دقيقه ما زغدهاش في البرد هذا، دقيقه ما راح ليا، لا تكييف كارو، لا شرب قهوه، لا، شوف قعد من 7 تاع الصباح ل 6 ولا 7 تاع العشيه ما زغدش زغده، حتى لو كان، حبيت نسقسيك، احنا الشباب تاعنا هام نديك لفرنسا وحطك في البلاصه هذيك، يقول لك وقف هنا، يوقف والله ما جد لك نص ساعه، المهم الأخ اوروبا فريد يفيدنا في الموضوع نتاع الابتزاز هذا. وش كيف تعج الابتزاز، وش من ابتزاز، كيفاش ابتزاز، وش من ابتزاز؟ الابتزاز هذا سواء تعلق الأمر بالمواطن ولا بالمسؤول، سواء تعلق هي الأمر شوف نقول لك حاجه، شوف بالسلطة ولا هي لازم بالشعب. تكون، لازم تكون، هي شوف استاذ، لازم تكون صارمه، هذه الرشوه دوكا انتشرت بكثره، هذه الرشوه علاش انتشرت؟ باسكو ما كاش صارمه، دوك لو كان ولا واحد اللي يا يطلب ولد منك الابتزاز، الرشوه تروح، الابتزاز ابتزاز ابتزاز انا معاك، انا معاك، دوك انت يا استاذ تروح تفري حاجه، يجي واحد تقول له جيت تفري دوسي ولا حاجه، ولا تطلب حاجه اللي حقك، ويبدا يبتز فيك باش يطلب من عندك دراهم، هذه رشوة تانية، الابتزاز ما تدخلش فيها رشوة. الموضوع هو حول الابتزاز الشانتاج. الشونطاج، راك تحكي لنا على الشونطاج تاع اللي داروه تاع الانجليز هذاك مع الطفل الصغير، كل شيء مش يتعلق بشخص والله، يتعلق بأمة كاملة. فهم تقدر تلقى لك مثلا مواطن يبتز مواطن، أو عائلة تبتز عائلة، تقدر تلقى مسؤول يبتز
قرية يبتز ولاية يبتز كذا، تقدر تلقى ناس في السلطة يبتزوا لا شعب. لا الشعب لا لا الآن راه مبتز، الابتزاز الشعب الابتزاز يا الجزائري اخي شوف الآن راه مبتز بالمأساة. كاينين ناس دوك مثلا قال يحبوا يتحدثوا على التغيير ولا تحسين الأوضاع، ولا ينوضوا جماعة يبتزوا فيهم بالمأساة. وهكذا ابتزاز هذا وش هو؟ هو أنك أنت عندك قضية معينة تستعملها من أجل ابتزاز شخص أو مجموعة من الناس، تسمى تضغط عليه من أجل على جل باش أنت تحقق الأهداف نتاعك هذه. هذا هو الابتزاز. قادر يكون من بعد، فيما بعد الأهداف نتاع الشخص هذاك والله الجهة هذيك، قادرة تكون أهداف مادية كما قادرة تكون أهداف واحدة أخرى. مرات تلقى دولة تبتز دولة، درك مثلا كما مثلا في القضية هذيك نتاع الصحفي هذاك خاشقجي هذاك، تشوف انت يا مثلا باللي راها الدولة السعودية تبتز بهذه القضية، فهمت؟ قال تعطيني كذا، والله إلا ما تديرش كذا ندير لك كذا. تسمى القضية هذه نتاع الابتزاز هي لا تتعلق فقط بشخص، قادرة تتعلق بشخص ضد شخص راك قلتها انت، مجموعة ضد شخص. راك قلتها هذا استاذ، راك قلتها انت الابتزاز هذا راه ماشي غير في الجزائر، راه في العالم كامل كاين الابتزاز هذا. بطبيعة الحال، بطبيعة الحال الجزائر مثلا، الجزائر تبتز، فهمت؟ كاينين مسؤولين قال مثلا راهم يجيو لبرا للخارج سيما في فرنسا يجيو يعالجوا، من بعد هما كاينه جهات في فرنسا مطالعه على الامراض نتاعهم اكثر من الناس اللي راهم موجودين في الخارج. انت راك على بالك بالصحه مثلا نتاع بوتفليقه ما علمتش بها. دونك هما قال مثلا جهات في فرنسا تبتز الجزائر عن طريق بوتفليقه، فهمت؟ الموضوع نتاع الابتزاز هذا واسع، ماهوش متعلق قال مثلا او واحد انشر صوره في الفيسبوك، والله موضوع واسع، بالتالي موضوع لابد واسع له من الموضوع. تقوله. يعني لازم شوف أستاذ، لازم واحد يكون يعرف الحقوق تاعو ويعرف كيفاش يتعامل على حسب الظروف. دوك واحد كي يكون زعما، كي تكون واحدة جهة في الدولة تبتز كيما تقول تا ولاية ولا بلدية، لازم الشعب تاعها يكون متحضر، يكون متعاونين، يعرفوا كيفاش باش يقاوموا هذا الابتزاز. فهمت كيفاش؟ أنا هذا واش بطريقة حضارية، ماشي نوضو يحرقوا. أنا حبيت مش نقول لك حاجة، أنني شفت نعرف ناس يعني شباب وراحوا، ماشي يعني راحوا حراقة، راحوا في فلوكة، راحوا في الطيارة، راحوا في الطيارة يعني داروا فيزا وحرقوا تما، راحوا لفرنسا درك الأخ راحوا تما شافوا. أخ فريد ما نعم راكش في الموضوع، نحاول هو أنه نشرك إخوة آخرين باش نختم البرنامج هذا، لأنه راني من الثمانية أنا على الموبايل. هاي ما فيش مشكلة أستاذ، نلتقي إن شاء الله صح بكم صحيح أخ فريد. شكرا. ماشي. الأخ روابح نزيد نعاود ترى نجرب معاك المرة هذه، ما كانش ما عندك مشكلة. الأخ روابح عندك مشكلة في الخط نتاعك، شوفوا ترى مع الأخ هذا اللي يرمز للاسم نتاعه ب معزة. أيوة. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك. أخويا تفضل الأخ الكريم. نعم هتسمع فيا مليح؟ راني نسمع فيك جيدا، أنام؟ راني نسمع فيك، تفضل. شو انا حاب نفهم حاجة برك، على أنا الفيديوهات هذو كثر الديراكت هذا كثر في الآونة الأخيرة، يعني كما الفيديو تاعك هذا انت ديراكت، علاه ما كانش نعم قبل، ما كانش قبل بسيموا بعام، علاه في اسكو الآونة تعرفني، الأخيرة هذه كثر؟ اسكو تعرفني، نعم اسكو تعرفني انت يا. ما سمعتكش خويا. اسكو انت يا تعرفني. انا ما نعرفكش، او كيف ما لا تحكم اخويا باش نفهمك مليح.
كيما نقولوا حنا الاخ زيطوط، الاخ نقولوا امير تيزات، هادو بكل يخرجوا. مانيش نغلط واحد والله نمد الواحد حق، انا كل واحد ركب يجينا في فيديو كيما انت هكا ويحكي، يعرف شويه في السياسه، يحكي. دوك اللي تسمعوا تقولوا عنده حق، دوك انت نسمعوك نقولوا عندك حق، كون يجي نحط فيديو خلاف نقول هذا السيد عنده حق ما تعرفنيش هكا بالطريقة تاعكم. معليش. هذوك شغل شوشتونا انتوما، ممكنش لا كاين لا 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 ما كوميديان تجيش، يجي. اصبرني اصبرني. انت يا شحال عندك في الفيسبوك هذا ملي دخلته؟ مانيش نفهم فيك الهضرة قاعدة تتقطع تاعك. الفيسبوك والانترنت شحال عندك ملي دخلتها؟ تبين باللي جديد، باين باللي نعم ما تفهم فيها حتى حبه. انا يمبلك جديدة. ايه نو مانيش جديد، انا مانيش جديد. انتوما جديد؟ بالظاهرة هذه اللي راكم جديد، الظاهرة لا هذه اللي جديدة. يا حليلك وزدت يا نقول حليلك. لك الظاهرة هذه من وقتاش ظهرتها، ظهرت من وراء تقدر تقول براسك، وراء الحكاية تاع انت ممكن تقول لي من وقتاش بدات. شوف نقول لك، روح اكتب نور الدين خبابة في الجوجل تعرفني، وتشوف انت امير تاعك هذا وقتها ظهر في الانترنت، فهمت؟ نعم بسلامة بالعافية. روح اكتب نور الدين خبابة في الجوجل، وروح تبع التسجيلات نهار اللي تكملهم ارواح من بعد تعرفني شكون هو انا. نزيدو ترى نعاودو المرة هذه. الأخ أخ رواب راني جربت شحال من مرة. ما فهم فيها لا من لا غوش من لا دروات، وجاي علاش يخي عليا. السلام عليكم وعليكم السلام. أخ نور الدين لاباس؟ الله يبارك. الأخ راه معاك كمال من غرونوبل، بطبيعة الحال من البلاد، من مدينة الطيف، من العلمة إكزاكت. يبارك فيك. انا عندي رد على الأخ هذا اللي قال لك اللايف تاعك جديد، والله انا من المتتبعين تاعك من سنة 2012 في الراديو، كي كنت تدير ميثاق المصالحة الوطنية. ما شاء الله هذا اللي قال لك الأخ نور الدين في اللايف، وما على باليش كيفاش. أخ نور الدين، نطرقوا للموضوع تاع الابتزاز. الابتزاز والله هي ظاهرة متفشية في المجتمع الجزائري. طبيعة الحال يبتز الشعب مبتز والسلطات مبتزة. علاش؟ باسكو احنا الشعب خلاونا ماناش مثقفين، ما يعرفش حقه وما يعرفش الواجب تاعو. احنا المشكل الشعب تاعنا يخاف يهدر على الحق تاعو، يريكلامي على الحق تاعو. صحيح فهمت الأخ نور الدين؟ وهذا اللي المسؤولين بطبيعة الحال يبتزوا في بعضهم، كما يقول لك اللي ما في كرش وتبن ما يخاف من النار. بطبيعة الحال كي يكون متورط راهو يبتز من اي واحد، من اي واحد يقدر يبتزك. كي تكون متورط، كي تكون ماكش متورط واحد ما يقدر يبتزك الاخ نور الدين. والمشكل تاع السياسة في بلادنا راك تعرف طبيعة الحال مشكل قديم 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 بزاف. السياسة راهي محيط متعفن في الجزائر. احنا ما تقدرش تتريقل في عام وعامين يا الأخ نور الدين. صحيح احنا السياسة في الجزائر ما تقدر تقول منعدمة، ما عندناش سياسة. كاين أشخاص راهي تسير في الدولة وخلاص، ما كاينش الأخ نور الدين.
شوف نقول لك الاخ راهو يبدو راهو يبدو 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 راك حل كان راهو صوت راني نهضر دوكا تصبر دقيقه نركب الكتمان برك دير الكتمان انا عم الاخ نور الدين نسمع فيك مليح الاخ الكريم اسمح لي اسم الاسم الاسم نتاعك حسنا نعاود برك سمعش با الو خلينا نسمع فيك خلينا نسمع فيك ما حبش راوز ما زلت ربما راك ربما راك كي تكون تتكلم هذاك ماشي البا فالاخ نور الدين راني نهضر معاك مباشره من الهاتف الكتمان ما حبش يمشي ما على باليش راني يعني نبرونشي ما يمشيش والله ما والله ما معليش تكلم الاخ نور الدين راني نسمع فيك مليح ولكن الصوت سامحني الاخ نور الدين راه الصوت تاعك راه الصوت تاعك كاين مشكلة في الصوت سي بون سي بون الأخ نوردين راه يمشي كيتمان أنا اللي نسمع فيك جديد أنا عم تقول لي احكي الفكرة قلت لك المحيط تاعنا السياسي راه متعفن لأقصى درجة الأخ نور الدين احنا الدولة الشعب تاعنا خليته جاهل أمي ما يفهمش ما يقدرش يفرق بين الحق تاعو والواجب تاعو وعلى هذه راهم يستغلوا فينا احنا الشعب الطبقة المثقفة هذه الطبقة كما نقولوا احنا محقورة نعطيك مثال كما البرلمانيين معظم البرلمانيين اللي راهم في البرلمان تلقاه تناقشوا في امور تخص البرلمان في سوا ديزون في قداه الغرفه في البرلمان ولا ابسط الاسئله تعطيها له ما يقدرش يجاوبك هو رايح ما على بالوش ما با واش راه واش يمثل ثم ولا واش يدير ولا الوظيفه تاعو شنو هي هذا مثال والشعب دوك كامل ما يعرفش الشيء اللي يخصه الحق تاعو والواجب تاعو بما يخص في هذاك الاخ اللي قال لك على لونساج لازم له دراسه الدوله باش تتطرق لحاجه كيما هكذا ولا دير عفسه كيما هكذا لازم لها دراسات لازم تدرس الوضعيه كيفاش راح تكون الايجابيه تاعها كيفاش راح تكون السلبيه تاعها وكيفاش راح تعود بالفائده على المجتمع وعلى الفرد وعلى الدوله لكن يا اخي نور الدين واش نقول لك هذو امورات دير برك سكت الشعب ودير برك ومشي برك وروح برك هذه هي المهم راحت لي الفكره كانت جاتني واحد الفكره كنت حاب ندير عليها تعليق وعلى هذا اللي يقول لك الاخ نور الدين راهو جديد في اللايف والله يا اخي عاود روحك روح عاود تبع الاخ نور الدين من المسيره تاعو من الاول حتى الذكاء وعاود الفكره اللي راك هزها على الاخ نور الدين راهو من انا من المتتبعين تاعو من 2012 راهو كان انا نحكي على نفسي انا في 2012 كنت متبع تاع الميثاق المصالحه الوطنيه تدخلات تاع الاخ التونسي هذا كل المعاناه تاعو تاع الاخ تاع عبد القادر العيايده شوف بديت التسجيلات انا سنه 2006 بديت التسجيلات نعرف على بالي نعلم الاخ نور الدين كان الموقع نتاع جوجل فيديو من بعد نعلم الاخ نور الدين ظهر اليوتيوب وظهر الفيسبوك وكذا انا كان عندي منتدى في 2006 وراهم مشاركين فيه ناس الان راهم ناس يبانوا في القنوات الفضائيه نعلم الاخ نور الدين نعلم كل الحوار تاعي مع زيتون
تبعه قبل ما يظهر هذا أمير ديزاد، يروح يتبع نعم الحوار تاعي مع الديتو نعلم مع نعلم. المشكل. الآن هذا هو تقدر تقول الأخ نور الدين هو ممكن من الشعب اللي ما فهمش الوضعية، ما فهمش العقلية كيفاش يدور دوكا. دوك من جهة نتفاهموا، باسكو كثروا هذو الأخ نور الدين سفري، ولات من هب ودب يجي يدخل. اصبرني نوضح نعم النقطة هذه. شوف درك كاين، هذا الأخ هذا هو باين جديد، هو راهو فاهم. لما درك أنا درت هذا البث المباشر يعني نعم بالهاتف المقال، يعني بمعنى أنه راني أنا صرت ننافس في ناس آخرين، موش فاهم، موش فاهم. فاهم باللي أنا راني صرت ننافس أو راني نخلط على ناس آخرين. الطرح نتاع زيتو تراهم يعرفوه الناس، والطرح نتاع هذا أمير ديزاد هذا إذا كان عنده طرح راهم يعرفوه الناس وأشخاص آخرين، ولا الطرح نتاعي راه موجود، وراه مدون وموثق في الكتاب هذا نتاع هو المسؤول المشكل، نتاعه. هذا هو المشكل. المشكل الأخ نور الدين اللي رانا نتخبطوا فيه، الناس ما تعرفش، ما تفرقش، ما تميزش. يا أخي ما تعرف نميز، أنا تاعك عندي، يعطيك الصحة. أنا ذوك أنا نعرف أمير ديزاد هذا الطرح اللي راهو يدير فيه، ونعرف الخبايا تاعو واش ينوي واش ما ينويش. نعرف الأخ نور الدين هذا والطرح تاعو والخبايا تاعو واش ينوي واش ما ينويش. وكاين أمورات الأخ نور الدين هذا، صح، ساعة يغلط ساعة ما يغلطش، ساعة يصيب ساعة ما يصيبش. هذا إنسان طبيعة الحال. كاين شيء توجهات نتوالم فيها أنا والأخ نور الدين، كاين توجهات ما نتوالموش فيها. بصح مش مشكل، احنا كاين الناس اللي هما ما يعرفونيش مش عيب، انا مانيش راني مش نواف، عيب، هذه مش عيب، مش عيب. ما تعرفنيش مش مشكله، وراه المشكله. لكن الانسان يسمع روحهم، كاين يسمع تسجيلات راه موجودين في اليوتيوب. يعطيك الصحة ويهز العبر. نعاود نوليو الموضوع على الأخ نور الدين تاع الابتزاز. نعم نذكرك بقضية لا كانت شفالها، تاع الأخ، المداخلة تاع الأخ عبد القادر العييدة هذاك. نعم كما قال لك المرة الأولى كان الخالد نزار كان ينيغوسي مع لوروا تاع الماروك نعم باش بالصحراء نعم الغربية، بالصحراء الغربية كما قالوا. أعطيك القضية تاع الصحراء. ها هذه تدخل في إطار الابتزاز. علاش قلت أنا قبيل كاين واحد الأخ اللي ها هو حب يقول لي باللي القضية دي نتاع الابتزاز بدات في لما داروا هذه القنوات الفضائية، وحب يقول لي باللي هذا أنيس رحماني والنهار. لا لا شوف لا يا أخي، الابتزاز قديمة قديمة، قديمة دوك قديمة ومتجذرة. الأخ نور الدين أنا متجذرة هذه القضية، مش جديدة ولا من وقت فرنسا، من وقت فرنسا. كانوا هما مثلا يحكموا واحد يبتزوه، ويبتزوا عائلة ويبتزوا قرية ويبتزوا مدينة، فهمت القضية تاع يبتزوا أنا ابتزاز فاهم، مش ابتزاز. شوف نقول لك يتعلق بالشخص، قال لشخص ضد شخص هو يستعمل قضية معينة يبتزوا بها. كاين مرات تلقى مسؤول نعم. يبتز موظفين راهم معاه، الأخ نور الدين كيما نقولوا احنا بالعامية حاكمه من اليد اللي توجع، عنده هذه هي إناتو عليه، عنده إناتو عليه يبتز فيه بيه. تبتز بصورة فيديو بقضية، قال مثلا واحد حكموه مثلا في قضية نتاع كوكايين، حاكمينه من الوذنين ما عنده حتى يهرب. من بعد قال تتحرك نفضحوك قدام ربي وعباده، فهمت؟ يولي هما يبتزوا فيه بالقضية ذيك. هو واش يولي يدير؟ دير واش نقول لك؟ كاين جماعة في السلطة في الشرطة ولا في الدرك ولا في المخابرات، والله يبتزوا مواطنين في الإدارة، حاكم عليه قضية معينة، من بعد يقول له هو تعطيني قال قطعة نتاع تراب، ولا ما تعطينيش راني نفضحك أمام ربي وعباده. أنا فاهم الأخ القضية نورتين. هي لا تتعلق بمجموعة ولا بشخص ولا بكذا، قضية متجذرة الأخ نورتين، هذه القضية متجذرة. صار المواطن يحرق يحقر في خوه المواطن، وصار الابتزاز هو لا يخص جهة برك، بل كما قلت نقول قبيل قادر الدولة تبتز دولة. قال مثلا واحد جنرال حاكمينه في قضايا نتاع إجرام ولا في كذا، من بعد قال تحرك نعاقبوك المحكمة الدولية
واشي قال تعطيني انا حسير رمل، تعطيني حاسم سعود، تصير دولة خاضعة لدولة واحدة أخرى بالابتزاز. كاين مسؤولين الآن راهم حاكمينهم في ملفات ابتزاز للخارج، وراهم يبتزوا في الجزائر بهم. بطبيعة الحال، بطبيعة الحال، بطبيعة الحال، الجزائر من أكبر البلدان المبتزة في الخارج، باسكو عليه احنا عندنا بزاف، عندنا بزاف قضايا راهم في الخارج مفضوحين ويبتزوا فينا بهم، هذا هو المشكل تاع الجزائر. الجزائر لازم لها إصلاحات كبيرة، ومش في ما تجيش في عام وعامين يا الأخ نور الدين، لازم جيل جديد، ثقافة جديدة، لازم باش نعاودوا نفاسيو الاثار هذه. الاثار هذه مش جاتش في التسعينات، جات في قبل، خلفها الاستعمار، خلفها الاستعمار، باسكو الاستعمار خلى الشعب الجزائري امي، ما حبش يقريه، ما حبش يفهمه، ما حبش شكرا. يخدمه في الادارات. كاين فيه واحد الاخ هكذا، نزيد نضيف واحد والله زوج وننهي، ربما ان شاء الله نعاود ونرجع في مداخلات واحد اخرى. شكرا الاخ نور الدين، كان لي شرف الاستضافه تاعك، ربي يبارك فيك، وربي يوفقك ان شاء الله. وتحياتي لكل الاخوان تاع العلمه، ربي يبارك ان شاء فيك. الله، بارك الله فيك. عليه السلام عليكم. شكرا، ربي يعيشك، شكرا. صح، الاخ هذا اللي ترمز للاسم نتاعك توقيلا دخلتك قبيل، السلام عليكم تفضل الأخ خويا، توقيلا راك دخلتك تسمعني قبيل. مزيان؟ وعليكم السلام، مرحبا بك من جديد. يعيشك خويا. خويا انا كي قلت لك قبيل كثروا هاد الفيديوهات، مانيش نقصدك انت كشخص، مش يعني مشكلة الأخ، نقصد انا ما نعرفكش، انت شخصيا ما نعرفكش، اول مرة نشوف الفيديو ما فيش تاعك. مشكلة، ها، ما فيش مشكلة. وشي وده شوف، هكا روح يقول لك حوس في اليوتيوب، حوس في اليوتيوب، فهمت؟ ورينا وجهك يا صاحبي نشوفوك. الله راك حاشم. ماشي مشكل في وجهي، ماشي مشكل في وجهي، خليه النهار لا نعرف اسمع، وجهي. الهضرة نتاعك، شوف نقول لك، الهضرة نتاعك هاي باينة باللي من الشرق الجزائري، وانت من يعني ما الشرق قصدت انا خويا، الجزائري. ايه والله، نورمالمون تاع الجماعة تاع الشرق نورمالمون يوريو وجوه. راني ما قصدت انا، ماشي مشكل تاع من وجهي. وش هو حاب نوصل لك برك الفكرة، احنا المشكل تاعنا الكبير ونقول لك وش هو، حنا او بعاد على حكايه الابتزاز هذه، حنا لا كان كي حكيت مع قبيل انا تولات لي كومونتير، لي كومونتير من ورايا ولا ما تولاتش؟ ما نقدرش نقرا لي كومونتير كامل. شوف من بعد كي تخلص الديراكت تاعك عاود اقرا لي كومونتير، شوف هادو الناس اللي يحكيو معاك على المباشر والله اللي قاعدين يكتبوا، الاكثريه المشكل تاعنا حنا قضيه تربيه وقضيه فهم. انا يهدرت حاجه قلت لك كسروا ليه فيديو، مانيش نقصدك انت، انا متابع، كاين واحد متابع غاني مهدي، الاخ زيطوط، هادو متبعهم نسمعهم، مانيش ما عرف نشوف، كي مانيش معليش ما يا عرف سيدي، نشوف، اسمع زيد ما عرف جرب، اصبر، ما فهمتني؟ فيش مشكلة، شوف ما كاينش مشكلة، شوف فهمتني شنو نقصد مش بك؟ ما تعرفنيش، اصبر ما تعرفنيش، هذه ما هيش اشكال. هي ماهوش وانت اشكال هذا. معليش زيد جرب، اسمع زيد جرب، روح لليوتيوب اكتب نور الدين خبابة، تلقى القناة نتاعي، الشي اللي كنت تسمع فيه عند زيطوط، والشي اللي كنت تسمع فيه عند غاني مهدي هذا، والشي اللي كنت تسمع فيه عند أمير ديزاد وناس آخرين ورشيد لا نكاز لا وزيد أمير، وزيد وزيد وزيد. اسمع، شوف اسمع للمداخلات نتاعي، وقارن الكلام اللي كنت نقول فيه أنا منذ سنوات قبل ما يظهر هذا غاني مهدي، وقبل ما يظهر هذا سامحني أمير ديزاد، وقبل ما يظهر هذا رشيد نكاز وآخرين. اسمع الكلام نتاعي، فيما بعد تقدر انت، فيما بعد انت تبني قناعة، تبني رأي. درك القضية هذه نتاع الظهور هذه، انا مانيش نحوس على الظهور، انا عندي عدة سنوات من اللي حبست اللايف، فهمت؟ لا مانيش نقصدك انت، سامحني مانيش نقصد فيك انت، ودك مانيش نقصد فيك انت على الظهور تاعك انت، انا حبيت نقول لك يعني علاش حتى كسرت ذكا كل دقيقة يخرج لنا واحد، خطير انت انا معلم. ما نعرفك، أنا انا كنت معارض سياسي في الجزائر، كنت عضو قيادي في حزب سياسي في الجزائر مع وزير الخارجية الأسبق أحمد طلب الإبراهيمي.
انا ما استنيتش حتى ني جا اليوتيوب والفيسبوك على جال باش صرت معارض. فهمت؟ انا صرت حبيت معارض جاهز. نفهم منك. انت تبان انسان ما شاء الله، حبيت نفهم منك الظاهره هذه اللي خرجت جديده على حتى ظهرت في الامانه الاخرى هذه. وش من ظاهرة؟ هذه حتى اللي خرجت كما نقولوا احنا، نقولوا غاني مهدي عنده بزاف هو يهضر. الاخ زيطوط كيف كما نقولوا احنا، نديروا ليكزومبل اسيدي بامير تيزاد. انا ما امير تيزاد انا ما سمعوش. ما هوش اكزومبل، هاد الناس اللي راك تهضر عليهم انت ما هوش دي زيكزومبل بالنسبة ليا، ما هوش دي زيكزومبل بالنسبة ليا خلاص نهائيا. يا خويا هذا كي تقول لي انت ماشي دي زيكزومبل، هذا غاني مهدي. شفت لي فيديو هل تاعو اللي دارهم في باري ولا ما شفتهمش؟ ما عنده حتى علاقة بالسياسة هذا؟ السيدو مرشح راحوا للرئاسة، انت تقول له ما عنديش علاقة بالسياسة. ومن بعد وراه وتبين المشكلة هو ما عنده عنده حتى علاقة تأثير، هو بالسياسة، بس عنده تأثير. عنده تأثير على الناس اللي كيما انت. واش بين من الناس اللي كيما انا؟ بنت هذا اللي انت تجي تهضر لي على هذا انسان كان يدير في السيرك ويدير في الوسمو، تجي تهضر لي عليه تحطه انت كأنه راه مرجع سياسي، وانا اللي راني معارض كنت في الجزائر مع وزير سابق، وزير خارجية مرشح للرئاسيات في 1999، ما تعرفنيش. بوه مش مشكلة، روح اسمع للمداخلات نتاعي، اسمع له تقدر تفهم فيما بعد حوايج اللي ربما راهم جاي في الراس تاعك خلاص. من بعد تفهم، روح اكتب نور الدين خبابة في اليوتيوب، روح اسمع المداخلة نتاعي، نعطيك 10 سنين، فهمت؟ 10 سنوات، نهار اللي تكمل ال10 سنوات روح هضر معايا، قول لي باللي راني سمعت المداخلات نتاعك واسمح لي، فهمت؟ تايا جيت يلا درت كومنتير في الفيسبوك، جيت تهضر لي على غاني مهدي. غاني مهدي هذا بنفسه هو راهو يقول باللي بدا يعرف في السياسة عن طريق زيطوط. زيطوط وقتها ظهر هذا للسياسة، وقتها ظهر للسياسة، بدا المعارضة نتاعو من الخارج. انا راني قلت لك كنت معارض في الداخل، وراني منعت من النشاط السياسي في الداخل وخرجت لبرا، تجي تهضر لي انت على واسمو. ما شاء الله. وش من ما عنده حتى علاقة بالسياسة هذا اللي راك تهضر عليه انت. كان ما عندوش انسان علاقة. جا ظهر في 2009 ولا في 2010، كان يدير في بعض التسجيلات هكذا في اليوتيوب، واحد ما راهو سامع به، ظهر مع الجمال مجموعة هذو نتاع رشاد، وبدا هو عن طريق مدخل المغاربية دار واحد البرنامج هكذا، صورة من الفيسبوك ومقطع من اليوتيوب وكذا وكذا وكذا، وقال واشي ترشح على روحه للرئاسة، وراه المشكلة ترشح اسكو غدوة فيما بعد توصل للرئاسة، هذا السؤال. ترشح على روحك وترشح نيكاد 2014. نعطيك سؤال. ها الوزير الأول اللي كان عندنا احنا شكون هو قبل يحيى؟ تبون اللي قبله سلال صحيت سلال خيمة قسنطينة. ها دو كنت تهز هذا ميسيو سلال هذا وتحطه مع غاني مهدي، ها شكون يبان لك رئيس؟ نقولها الرجل الثاني في الدورة، كي تكومباريهم بعضهم كي تسمعهم في زوج شوف نقول لك، بصراحة بصراحة. اسمع الناس بر، ان الفكر نتاعي كيفاش نفكر ماهوش هو التفكير نتاعك انت، فهمت؟ لا انا نشوف هذا التفكير تاع الناس اللي حاكمه المناصب اللي طرحت قدرت لي تمشي في سؤال الدوله. اسمع الجواب بتاعي، طرحت لي سؤال اسمع الجواب بتاعي. انت دوك لما تهضر على الدولة لا تسير بالعواطف، فهمت؟ ولا تسير بنت حبيت ولا كرهت. تتحب غاني مهدي جا الهوى نتاعك ضحكك ولا لعب لك على المورال نتاعك حبيته، الدولة لا تسير بهذه العقلية نتاع انك حبيت واحد ولا تكرهه،
الدولة هي تسير بالكفاءة، هذا سلال. دوك انت لما تشوف انت الاسلوب نتاعه، انت انسان مهرج، يهرج يضحك يجيب بعض الامور، بصح هذا سلال راهو كان مسؤول في الدولة الجزائرية، تقلد مسؤوليات، فهمت؟ تقلد مسؤوليات في الدولة الجزائرية، حبيت ولا كرهت. كان مسؤول من اللي كان قبل ما يكون والي، كان في الإدارة وترقى هو من والي، صار هو وزير وصار فيما بعد رئيس حكومة. ما يعجبكش هو في حطه، في الهندام نتاعو، في الهضرة نتاعو، في الأسلوب نتاعو، الدولة ما تسيرش بهذيك الأمور تاع هندام. عجبك درك واحد، عجبك الفيزاج نتاعو، ضحكك يعرف يضحك. كذاك دولة غدوة دوك نتاع. المهم قطعت ال قطعت المكالمة من الأخ هذا، نزيدو ترى نعاودو ندخلو الأخ هذا كريمو، شوفوا ترى العودية. الأخ كريمو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اش راك استاذ؟ لاباس؟ ربي يبارك فيك يا خويا. الحمد لله يا ربي. منين راك تتكلم فينا الأخ كريمو؟ الجزائر بويرة. ما شاء الله، تحية ليك أخويا وتحية للناس البويرة. يعطيك الصحة، بارك الله فيك. تحية ليك ثاني يا شيخ. يا ربي يبارك فيك. واش تحكي لنا الأخ كريم في الموضوع هذا نتاع الابتزاز؟ الموضوع هذا تاع الابتزاز، يعني وش نقول لك؟ عندها واحد 7 شهور هكذاك كنت نتبع في الأخ بن سديرة، كان يهضر على وقيلة على اسمه رضا سيتي ساز. كان يقول انه الابتزاز هذا كان رضا سيتي ساز يبتز في يجيب الناس. ال ايوه يبتز عنده اصحابه الفنانين معايا، نعم سمعت. عنده اصحابه الفنانين وكذا منا يصاحبهم ويجيب تصورهم ويمد الامر بزاد يبعث مع اللي يبعث امر بزاد يحط المنشور، كي يحط المنشور بعد سوايع كذا منه ينحيه. وعلاه؟ لخاطش يقول لك في حكايته، يعني وش يهدر راه نعم يقول هذا رضا سيتي ساز سما جاب مصروف الدراهم، يعني الدراهم من عند هذوك ابناء الوزراء ولا المهم صحابه هذوك. نعم سمعت الكلام. ها يعني هذه هي القصة اللي حبيت نشارك فيها. هذا ما كان، وش رأيك انت؟ ما عندي مراحل يعني نتبع هكذا برك نشوف كذا منا وش راح صاري، يعني ما عندي حتى زعما رأي فيهم ولا، يعني ماني معاه ماني ضده، ما نتبع برك نشوف حكايات وش يهدر هكذا والله أعلم. يعني اليامات هذو سمعنا باللي فهذاك الشريط المسرب اللي راه يتهم فيك ويقول له باللي انت سربته، ايوه ما على باليش. وكأنه هذا رضا سيتي ساس صاحب بن سديرة، على واش في حساب؟ فهمت؟ سمى شركة واحدة. تبادل شركة واحدة والله أعلم. هذا ما كان إيه يا تبادل ودي شوف، أنه نقول لك القناعة نتاعي في هذا الموضوع هو أنه الأجهزة نتاع المخابرات هي التي تمتلك الملفات هذه نتاع الابتزاز. هذه القناعة نتاعي. هذا هذه أمير هي ديزاد هو بالنسبة لي أنا قادر هو يكون، نقوله مثلا ربما ما نقدرش أنا ندخل للقلب نتاعه، ولكن يقدر يصير. نقوله مثلا قال مثلا واحد زوالي ولا واحد مرحي مطحون هكذا، قال حب هو ينفض الغبار، حب قال مثلا ينتقم، اي ينتقم من الوضع هذا، قال مثلا الزول والظلم والحقرة، هذا امر مفروغ منه، يقدر يصير. ولكن عمي. باش تلقى انت واحد حراك،
يسير يوصل لك هو الاماكن، عنده لانه كاين وسائط كبار، لكن وارين نعمه. هذا الاجهزه نتاع المخابرات هما راهم يسربوا في ملفات منا ومنا، وهو بروحه مرات يكذب، فهمت؟ بس ديرة ولا شكون؟ يكذب يكذب، قال قالك على بس ديرة. بيبين روحه باللي زعما كانه راهو صار شخصيه، وصار قالك واحد على ما بس على ديرة باله الأستاذ. يا بزديره ولا الاخر بزديره، كي تولي انت تقارنه بهذاك كامير اي والله بيزا غير بزديرة. بزديره انايا راهو اسمح لي شيخ، اسمح لي نقاطعك، بزديره اسمح لي. راهو تقلد نقولوا مثل مسؤوليات، ولو لفتره راهو كان هو في مرحله من المراحل كان يخدم في الوزاره نتاع الثقافه تحت الاشراف نتاع خالده تومي، فهمت؟ وخرج من بعد راهو كان في سلطنه عمان، والان راهو في بريطانيا. على الأقل راهو قال مثلا التقى بوزراء، التقى بشخصيات كذا كذا كذا. السيد هذاك راهو كان في الجزائر، كان واحد ما على باله به، خرج بالبرا، بتعرف باللي الناس اللي هم في الداخل عندهم حساسية كبيرة من الناس اللي في الخارج، سيبري يسلك هو. هذا شوف انت يا بزديرة في يعني. صور انت عسكر المؤسسة العسكرية، شوف انت صور وكذا، طرح شوية أسئلة، شكون هو اللي راه وراء هذا اسمه؟ جهاز تاع المخابرات، بما نيغوش بدأ نيدرواس. خدام عقلك كما كنت تقول البارح يعني في اللايف، بما بدأ خدام عقلك. هذه هي بالذات. هذه هي السياسة. أنا عندي مدة وأنا نتبع يعني في بنزديرة، ما عندوش بزاف من اللي يبان عنده. يا ربي آمين. ويبدأ يدير هذو لي فيديو، يعني يقول كلمات ومن بعد يتناقض، كيما كان يقول على امير ديزاي. كان يقول نورمال، كان يقول باللي ديوث كذا منا، ما عندوش بويه وما عندوش يما. من بعد هاك تشوف فضح روحه بروحه. شوف الزديرة، شوف انا تعلمت حاجة في الزديرة السياسة هذه، لا تثق في في اي الوقت احد. اللي بتهضر على هذاك حمد صقلاب هذاك، وقضية نتاع داعش ومنا، ومن بعد عشية قهوة معاه بالزديرة. هذه هي ايه ايوه هذه هي الزديرة، من عشية النوع قهوة من معاه، النوع اللي من النوع هذاك اللي زعما نقولوا يجي معاك ومن بعد يدور عليك ضربة واحدة. عادي عادي. هذه هي الأخ شكرا، بارك الله فيك. انت راه شوف الإخوة هذو وفيك بالكش بركة، مزيان، تهلا في روحك، ربي يعاونك شيخ. ربي صح. يبارك. شوف شوف ترى الأخ حكيم، شوف ترى الأخ حكيم هذا، ومن بعد الأخ راسين، مصبر شوية شوف ترى الأخ حكيم ومن بعد نعيش. أخ حكيم السلام عليكم أخ نور الدين، لنا الشرف المتكلم معك الليلة. بارك الله فيك أخي. أنا الآن متابع تاعك من 2007. بغيت مداخلة تاعي للشباب اللي هم هنا حاضرين، وشفتهم يتكلموا عليك كما أنهم يتجاهلوك ويتجاهلوا الماضي تاعك. كان من الأحسن، أنت عندك مدة يعني مدة كبيرة ما كنت تحط دي فيديو سير يوتيوب على الأوضاع الحالية. كانت هذه الظروف، انت هدرت واحد في فترة قلت اني مريض وعندي اشغال اللي حجبتني على الانترنت، وهذو الناس ما يعرفوش، وشباب مش يتابعوا الجديد اللي يتابعوا غير الجديد. شكاين هذا امير دي زاد ما هوش عارفينه اصلا، انه كل المنشورات اللي داهم من عند تامل، وكاين دي فيديو داهم من عندك انت شخصيا وحطهم، ما يعرفوش، ما راهم جاهلين لهذا الامر. كي يشوفوا نور الدين خبابة ما يعرفوش، بالنسبة لهم شخص مجهول يعني، ينقدوك ويبقاو أكثرية تاعهم ما كانش في فترة 2007، حتى نقولوا حتى نقولوا من كي دخلت الانترنت، كي نقولوا في الجزائر بدات عندهم الانترنت، كانوا مهتمين بالتشات والدردشات، ما كانوش مهتمين بالامور السياسية، يعني يتجاهلوا ذا الامر. والان كي بدات الامور تضياق في السياسة في الجزائر، بدا الشباب يهتم بالسياسة. صابوا الوحيد اللي يتكلم في السياسة هذا الشاب الحراق اللي راح وضع الأمور يتكلم على السياسة، بقاو يتبعوا فيه ويتبعوا في زيطوط وبن سديرة، ولكن يتجهلوا بزاف أمور. نتمنى أنك تحط لنا فيديو كما كنت تحط لنا لي فيديو من قبل، توضح لنا أمور، ترشد هذا الشباب اللي هو جاي، اللي ما يتسرحش في الحكم على ناس ما عندهاش ماضي في السياسة، ولا ما عندهاش حتى أنها كما إنسان هذاك حراق وما عندوش حتى كما نقولوا نيفو،
جاب طاولوا معلومات راه يحط فيهم يحط فيهم يحط فيهم، وكما قلت يعني ناس تستعملوا تستعملوا تستعملوا، ويجي يوم اللي يتوقف فيه لأنه مش معارض ومش سياسي. نتمنى خطير أنك خطير تواصل في الـ شوف نقول لك الاخ الكريم حكيم منين راك تكلم فينا الاخ حكيم منين؟ مشلف. ما شاء الله. شوف الاخ حكيم، انا يا اقسم بالله العلي العظيم نحلف على المصحف الشريف، والله العظيم لو كان لقيت ناس راهم يتكلموا بموضوعية ويتكلموا من اجل المصلحة نتاع البلاد اقسم بالله ما نتكلم. شوف نعطيك كمثال، كان اللي تحدث من قبلك قال باللي وش اسمه هذا، حكى على غاني مهدي. غاني مهدي، غاني مهدي في تسجيل من التسجيلات قال باللي بدأ المعرفة نتاع السياسة نتاعو بهذا محمد العربي زيتوت، هذا راهو تصريح موثق بالصوت وبالصورة، مانيش أنا اللي نهضر، هو اللي يهضر. صحيح. وقال باللي بدا في اليوتيوب، بدا وقيل في 2001 الور كو اليوتيوب بدا في 2005، فهمت؟ اليوتيوب بدا في 2005، هو يقول لك بدا في 2001. لنفترض انه خطأ، لنفترض انه خطأ، خطأ. نفترض انه خطأ. شفتوا انا راهو قال ترشح ومن حقه والله يسهل عليه، لكن باش تشوف التضليل روح اقرا السيره الذاتيه نتاعو، اقرا السيره الذاتيه نتاعو اذا كان هذا الشخص عنده علاقه بالسياسه ولا بالتسيير. داير حط هكذا يكتب زعما كانه يقترح فيه حلول على التعليم، تعليم وداير يعطي الباسبورات للحراقه، وش علاقة هذه بالمشروع نتاع التعليم؟ تقدم في حلول. نعرف انت ذوك لما تكون انت راك مرشح للانتخابات الرئاسية، البرنامج ماهوش وعود، فهمت؟ برنامج ماهوش وعود. وعود قال مثلا انا اللي راه مع ونس الكل نزوجها، والناس اللي ما عندهمش السكنة كل نعطيهم السكنة، واللي ما عندهمش الباسبورات وكل نعطيهم الباسبورات، واللي ماهوش مزوجين وكل نزوجهم، واللي ما خرجوش للخارج وكل نعطيهم الفيزا وندير لهم باسبور ديبلوماتيك وكل نعطيهم الكل يخرجهم لبرا، واللي راهو فقير نقلبو غني. هذا برنامج، هذا مش برنامج برنامج، كيفاش انت وعود وعود. البطاله، فهمت؟ كيفاش تحل انت مشكله البطاله؟ كيفاش انت تخلق مؤسسات؟ دوك مثلا انت قال مثلا انا نزيد منحه، راه قال مثلا الروتريتي عنده قال مثلا صالير تاعو مثلا، انت كي تزيد له مثلا في الصالير تزيد له مثلا 200 ألف، سهل هو انك انت تقول نزيد له 200 ألف، سهل، زيد له 500 ألف، زيد له مليون، زيد له 40 مليون، بصح منين راك رايح تجيبها؟ كيفاش من تجيبها؟ تخرج الثروات كيفاش انت تخلق الصيف الثروه هذه؟ فهمت؟ لكن لازم يكون معناتها مشروع ودراسة وتخطيط. هذا السيد بان عن طريق المجموعه هذو نتاع رشاد، فيما بعد راح دار برنامج، البرنامج فيه عباره عن تهريج ما عنده حتى علاقه بالسياسه، ومن حقه هو انه يترشح، حب هو يروح يترشح الانتخابات الرئاسية. من الناحية القانونية ما عندوش الدروة باش يترشح، من الناحية القانونية قانون الدستور ما الحديث لا عندوش يسمح له الدروة. الترشح، ها؟ ليس مقيم في الجزائر. لا، الدستور الحديث ما عندوش أحقية، ليس مقيم في الجزائر. ما عندوش الدروة باش يترشح لأنه عنده جنسية أخرى، فهمت؟ ما عندوش الدروة باش يترشح قانونيا. حتى الإقامة. لا لا، الإقامة تقدر، علاش أنت الإقامة؟ واحد راهو مقيم في الخارج جزائري، فهمت؟ راهو جزائري يترشح. حسب لا المعلومات اللي سمعتها مؤخرا في الدستور، في تغيير الدستور، أنه طلبوا الإقامة.
لا لا، هما دايرين قال لك الانسان اللي يترشح للمنصب نتاع رئاسه الجمهوريه يتطلب هو انه يكون عنده 10 سنين اقامه في الجزائر قبل الترشح، ولكن هذا راه مولود في الجزائر وكبر فيها، مش انسان قال مثلا كيف ما رشيد نجاز قال مثلا هو كان في الخارج، مولود في الخارج وكان عايش في الخارج وحب يروح طول مباشره يترشح للرئاسه، هذا كراهو زايد في الجزائر، من حقه باش يترشح فهمت. ومن حقه على جال باش هو قال مثلا يحث الناس للترشح، والله راهو يناضل من حقه ان يشجعوا على جال باش يدير، بصح لازم الواحد يكون لما يمد معلومات كي يكون صادق، فهمت؟ ما نحبش الكذب انا وتبلعيط واللعب على الاوتار تاع الناس. تترشح وما تعرفش السياسه، السياسه تعلمها من عند الزيطوط، واش تعلم زيطوط من عندك؟ كش ما دار زيطوط، كش ما دار مؤلفات، كش ما دار كتب، كش ما دار ابحاث راهو دايرهم، وانت هزيت السياسه من عنده. زيطوط راهو يدير في مداخلات مثله مثل ايها الناس على القنوات الفضائيه، واش الشيء اللي انت كش ما اقترح حلول، كش ما دار، واش الشيء اللي دار؟ في الاخر الاخ نوردين، نعم انا اخش وقت كبير من مساحه الكلام تاعي، المداخله تاعي كانت غير فقط من شكرا على الفيديوهات اللي كنت قدمتهم في السابق، ونتمنى انك توضع فيديوهات جديده بات توعي هذا الشباب، لان حقيقه انا بحاجه الناس كيما انت تعطي تفتح العين للشباب، ربي خصنا يبارك ناس فيك اخويا مثقفه الحسن، وناس تعطينا منهجية أحسن. وبارك الله ربي فيك، يبارك فيك اخويا. والشباب هذو مهما كان يبقوا أنه كاين تعتيم وكاين غلق للتفكير، أنه تصيبهم الأغلبية تاعهم رايحين للتشات ورايحين للأمور التافهة، نعم ونتمنى البلاد تسقم، هذا ما نتمناه حنايا. شكرا الاخ عبد الله واحد، هاني نسمع فيك الاخ عبد الله، اصبر ندخلوا الاخ راسيم هذا، شوفوا ترى الاخ راسيم هاني دخلتك ان شاء الله. مرحبا بك الاخ عبد الله واحد، انا دخلتك الاخ راسيم، مرحبا بك الاخ عبد الله، اطلب الاضافه الاخ عبد الله ومن بعد نضيفك. شكرا الاخ مصطفى. اخ راسيم اني اضفتك، ربما عندك مشكله الاخ في الخط نتاع الانترنت. اصبر تشوف لما تدخلش الاخ هذا ندخلك، ماكش موجود في القائمه الاخ، فهمت؟ اطلب الاضافه الاخ عبد الله ونضيفك، ماكش موجود. لا 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 لا، ماكانش، مازال ما وصلتنيش. لا لا، ماشي في الكومنتار نتاع وين كاين الكومنتار، او يظهر لك البوطون تاع شغل الكاميرا تاع الصوره، تضغط عليه لجل باش تطلب مداخله، من بعد انا ناكتيفيك من عندي ومن بعد تدخل، ولازم الجهاز تاعك تكون عنده الكاميرا. شوفوا ترى الاخ زيدوا، ترى شوفوا ترى الاخ هذا روابح، ما كانش الاخ روابح للاسف، ما شوفوا ترى مع هذا محمد الامين نفس الشيء، جاب لي ربي باللي عندكم ضعف في الخط نتاع الانترنت، لذلك ما تقدرش تدخلوا. الاخ محمد الامين والاخ نسيم روابح، راني حاولت باش ندخلك الاخ، ما كانش غير على بالك نجي شوف الباراميتراج تاعك، فهمت؟ كانش ويلو، ما قدرش ندخلكم. يا الله يا كريم، شوفوا ترى هذا خليل هذا كيف كيف.
كاين مشكلة في الانترنت سير. المهم الإخوة والأخوات، شوف نقول لك، الإخوة اللي راكم تحاولوا تدخلوا ما قدرتوش تدخلوا، شوف الباراميتراج تاع التليفون تاعك، ربما راهو كاين مانع. اسي على جال باش انت دير لا ريستوراسيون للتليفون تاعك وتعاود تدخل، او ربما تشوف انت في لي بارامتر هذوك، شوف ربما راك كاينه حاجه ماكش مواسيها، شغلها ومن بعد ان شاء الله. الاخ نسيم روابح حاولت اكثر من 10 مرات، من بعد عاود راجع التسجيل. هاني عاود زد دخلتك، هو عندك مشكلة في ال ايه؟ صحيح، انترنت ضعيفة، صح. أخ نعيم، أصبر شوف. الأخ نعيم راني دخلت هذا راسم، دخلته ولكن ما لا كونيكسيون، ما كانش يبدو لي هو انه عنده مشكل في ال، أصبر شوف ترى نعاود شوفوا ترى هذا نعيم، ما كانش الأخ نعيم، حاولت وما كانش. والله للأسف الشديد. ما ظنيتش الأخ الكريم، نعطيك تعريف الأخ فريد، تعريف على روحي، هاني داير نواظر وهو من ورايا ريدو، عرفتني؟ هاي آه لاباس. لا 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 لا، يمكن اخوة الاخ راسم، كاين اخوة راهم طلبوا من قبلك ودخلتهم وراهم تكلموا. كاينش والو. مكانش حاولت. شكرا الاخ راسم، ممكن ان شاء الله مره واحده اخرى. المهم شوف الباراميتراج برك تاع التليفون تاعك، وان شاء الله تاكد ايضا من الانترنت، وان شاء الله نخلفوها في برنامج واحد اخر، وشوف ترى نجربه نديرو برنامج واحد آخر. المهم بإمكانكم هو أنه تقترحوا كشما الأخ اللي ترمى سنتشو، أخ ساعد بو قرورة ولا مش عارف. المهم قلت باللي أمير ديزاد ولطفي دبل كانو ورشيد نكاز وقناة المغاربية والعربي زيتوت كلهم يعملون لصالح النهضة. شوف هو زيتوت، أنا لا أشك في الوطنية نتاعو ولا أشك في حبه للجزائر، هذا أمر من المسلمات عندي. وشي هو كاين مرات هكذا بعض المواقف أو بعض التصريحات نتاعو هي ربما تخدم جهاز، فهمت؟
خطر عليه دوك كاينين الناس اللي هما راهم يسعوا من اجل الفصل لمنطقه القبائل، هذا امر مفروغ منه، راهم هما يانو فيه تسمى، ماهوش حاجه راه مدرقها. وكاين الناس اللي هما راهم يمهدولهم في الارضيه، فهمت؟ هو المفترض هو انه كاين مرات ما كاينش الحياد، فهمت؟ تلدق لما يكون واحد ظالم وواحد على الحق، ما كاينش انت تجي في النص، يا اما انك تجي مع الظالم يا اما انك تجي مع صاحب الحق. لا 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 الاخ الكريم، هذا النواظر دايرهم غير جست على جال وسمو، على جال الكتابه. كاين كتابه رقيقه ما نشوفهاش مليح مليح، بديت نشوفها فلو من كثرته، هو انه نستعمل الانترنت بزاف ونستعمل الكمبيوتر بزاف، وليت مره على مره نستعين بالنظارات، فهمت؟ هذا مكان برك، تالي نمشي بدون نظارات ما عندي حتى مشكله. الاخ محمد الامين، الانتخابات الرئاسيه نديروا لها برنامج، شوف نديروا لها برنامج ان شاء الله ونتحدثوا. نعم ما كانش راسي ربما اشوف، نقول لك البارامترات نتاع الوسمو الهاتف نتاعك راه يمشي نورمال، مادام راني اضفتك راه يمشي نورمال. وشي هو ربما يكون خلل في الانترنت، ضعف نتاع الخط نتاعك في الانترنت هو اللي يخليك ما تقدرش تدخل. الاخ حكيم تكلمنا في الموضوع تاع القط، تكلمنا راه كاين تسجيلها ومنشور في القط، استعملوه فهمت، ربي يرحمه ربي يرحمه ربي يغفر له. كاين بعض الامور اللي هو يعني الى جاء الى حد ما كاين امور مقبوله وكاين امور ماهيش مش وقتها، لانه مرات انتايا لما توقف نتايا في موقف تتحمل المسؤوليه نتاعو، ربي يرحمه مسكين نتاعو، مسكين راح هكذاك تبقى الموت نتاعو اذا كان دوك راه مات بالكونسير كيف ما راهم يقولوا، وربما فيها جهات. اخ مختار خليوك تتزوج يا خويا، ربي ان شاء الله يعطيك طبيبه من الدنمارك ولا من السويد، عينيها زرق وشعرها صفر وعندها سياره وعندها فيلا، ها يا سيدي، وعندك كونت بنكير فيه 100,000 يورو، ها يا سيدي. هشام عبود كيف وكيف بنز ديرك يا نفس ال القطة؟ هو القضية راك غلط الأخ سعد، هو ربما هو ربما تسمى كان شرس هكذا في بعض المواقف هكذا، ويعني تكلم هكذا في بعض النقاط، ربما هو كان يناضل لهذه القضية، ولكن هو انه اللي كشف والله والو غلط غلط في الحساب تاعك، اللي كشف الباز كاع هو المواضيع اللي درناها على اليوتيوب على الإذاعة الوطني. راه اسمع للمداخلات تعريا تاع هاد الناس الدمويين، فيما بعد لحقت هاد القناعة. ربي يبارك فيك الاخ الكريم، دير البوك يحبوك يا خويا، انت دير اللحيه باش نوليو نحبوك يا سيدي.
ما رأيي في حفيظ دراجي وخديجة بن جنة؟ حفيظ دراجي معلق رياضي وخديجة بن جنة مقدمة تاع تلفزيون، هذا هو رأيي. أخ سمير قلت لي بوركوا تو مو ريبون با، واش كتبت لي الأخ سمير؟ ما شفتش التعليق تاعك، ربما كنت لاتي بال اخ عبد الله وهيد. قلت له راك تسمع في اليوتيوب من 2010 يا اخويا، ربي يبارك فيك، ربي يحفظك. الاخوه راكم في ربعه موجودين في القائمه، ولكن اخ نسيم روابح، والاخ اللي ترمز الاسم نتاعك بنعيم خليل، والاخ محمد الامين، والاخ راسيم، في ربعه ما قدرتش ندخلكم. كل مره نضيف واحد. ها شوف نبداو بروابح، كيف كيف aucune réponse de la part de l'invité. نعيم نفس المشكلة. محمد الأمين نفس المشكلة. راسيم سنوسي، تفضل عاود كتب تعليق تاعك، رأيك في الصحفي تاملت ربي يرحمه، هذا هو رأيي. استعملوه في وقت من الأوقات مسكين وربي يرحمه. عدل الملاحة يا ودي، القضية ماهيش قضية تاع عدل الملاحة. ربي يبارك فيك الأخ سعد. تكلم معايا الأخ اللي ترمز للاسم نتاعك سميستي، فاش تتكلم معايا الأخ الكريم؟ رانا على المباشر، اطلب الإضافة نضيفك وتكلم معايا، ما فيش مشكلة. لازم تكون تتكلم بالهاتف النقال، ما تقدرش انت تكتب ما تقدرش تهضر معايا إذا كان ما عندكش الهاتف النقال، يعني ربما إذا كان راك بالكمبيوتر ما تقدرش، لازم يكون عندك الهاتف النقال، وتكون عندك لابليكاسيون، وتكون عندك خط انترنت صحيح باش تقدر انت تكونكتي. تحب تكلمني في موضوع، اتصل بيا على الخاص، راهو كاين الاسم نتاعي الفوق، نور الدين خبابه، اكتب لي ميساج والله، والموضوع وش هو الموضوع اللي حاب تكلمني معايا، حدد لي الوقت واش من وقت. وش هي المهنة نتاعي؟ المهنة نتاعي هي نفطن في البقري، تفطن البقري، هذه هي المهنة نتاعي. رأيك في ترشح الأفلان عبد العزيز بن الخاتم كما ترشح الحزب؟ ما ظنيش الأخ محمد الأمين. عبد العزيز بن الخاتم جابوه لتسيير مرحلة، في الأيام القادمة راح توضح الأمور. راني تكلمت في التسجيل الأول، ممكن جدا هو أنه يكلفوه بمهمة، ربما رئاسة الحزب نتاع الفلان، أو رئاسة المجلس الأعلى واسمه نتاع مجلس الأمة، أو مدير الحملة الانتخابية نتاع بوتفليقة، هذو ثلاثة ممكن جدا. أخ سمير ربي يهديك الأخ سمير، واش من اسمو تقول لي انت نريبونديك؟ واش من موضوع كتبتو لي انا ما ريبونديتكش؟ رانا في نهاية البرنامج الأخ أمين. أصلا ترى شوفو، ترى هذا التاريخ القديم. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك الأخ الكريم. لاباس؟ والله لاباس، ربي يبارك فيك. الاسم نتاعك من راك تكلم فيه؟ روابح. روابح. بدلت الكونت دخلت، شفت كيفاش؟
بدلت كونت دخلت لها نورمال. واش المشكلة؟ كيف والله ما على بالي، عاود فتحت كونت اخر مشات نورمال. ممكن شوف، ممكن الباراميتراج نتاع الكونت نتاعك هو اللي تسمى منعك باش تدخل. باراميتراج بلا بالك شمرك راك داير الحوايج هكذا اللي جل باش انت ما تفضل. الاخ رواب واش راك؟ روابح من البرج بوريليت. الله يبارك فيك، راك في البرج؟ لا لا دوك راني في بليده. ما شاء الله الله يبارك فيك. المهم فيما يخص برك الموضوع تاع الابتزاز، يعني باش ما نخرجوش بزاف على 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 الموضوع، يعني الموضوع تاع الابتزاز راه نقدر نقولوا احنا بلي راه حرب تاع مصالح برك. كيفاش حرب تاع مصالح؟ دوك نقولوا كيفاه، يعني كل واحد تقريبا يعني يلقى وثائق سريه ولا يلقى تصاور تاع شخص معين، يعني راه يخدم بهم المصالح تاعه هو، يخدم المصالح تاعه ولا مصالح تاع اشخاص، يعني اشخاص اللي بعثوه يعني باش يوصل لمهمه معينه. والموضوع تاع الابتزاز يعني ما عندوش، نقدر نقولوا ما عندوش بزاف من اللي بدا هذا الموضوع وخرج يعني للواجهه. هو موضوع قديم الاخر وابي. لا هو موضوع قديم، نو نحوسوا احنا في الجزائر علاه؟ اسمه القضية الأخيرة هذه. القضية الأخيرة تاع أمير ديزاد، نعم. تاع هذا اللي يسمي روحه أمير ديزاد، يعني الموضوع تاع الابتزاز. احنا نعرفوا أن الابتزاز كما كان إخوة بزاف اللي شاروا الموضوع هذا، يعني الابتزاز هذا راه كان حتى من وقت فرنسا ماشي من اليوم. إيه صحيح. لكن علاه ظهر بزاف في الجزائر؟ لانه بسبب المشاكل اللي تعاني فيها الجزائر، يعني في الوقت الراهن، يعني الآن شوف أخ واسمه رواب، هذوك نخليك تتدخل. شوف القضية هذه هي تتعلق بالصراع للسلطة، لي بليس بارك الله فيك. صراع للسلطة، كاينين الناس راهم هما يقوموا بأدوار، كاين منهم اللي راهم متطوع راهو يشوف في روحه باللي لازم يدافع على كلون والله يدافع على جهة، وكاين اللي بالغباء نتاعو هو راهو يخدم فيهم. كيما هذا أنيس أو اسمه هذا، شوف أنيس رحماني، أنيس رحماني راهو اختار الكلون نتاعو راهو يمشي معاه، فهمت؟ بارك الله فيك. وهو راهو مسبل روحه، مسبل روحه باسكو علاش؟ هو ربح العيب مع الجنرال توفيق، وربح العيب مع الجهاز بتاع المخابرات، واذا سمعت التسجيل نتاعو وين انه يتكلم مع العقيد هذاك ويقول له باللي بشير طرطاق هذا راهو راح بعيد، راهو راح بعيد، لازم يوقف عند حده. واش معناتها؟ معناتها باش يقيلوه، فهمت؟ قضية هذيك ايوه من صح. اجل انسان طرطاق. وهذا امير ديزات هو ربطها بأنيس رحماني. أنيس رحماني دايرو تيتر ومش غير وحده، وراءه جهاز، فهمت؟ باش هو يدخل صحفيين شباب وكذا وكذا وكذا، كلهم هما متبنيين القضية هذيك. خطر على باله باللي لو كان درك يروح بوتفليقة تروح للجماعة نتاعو، فهمت؟ بارك الله فيك. تروح للجماعة نتاعو، لما تروح للجماعة نتاع بوتفليقة فرضا باللي درك مثلا طرطاق هذا راهو كان يمشي على التوفيق، قادر درك هذو الناس اللي راحوا من البروميرو هذاك يعاودوا يجيو الدوزيام رو، فهمت؟ الصف الثاني، الصف الثالث، الصف الرابع، من بعد هما لما يوصلوا يوليو ينتقموا انتقام منه. اول شيء هو يغلقوا له القناة، يعني يحولوا الصحيفة ويعيشوا في الحبس. دونك درك جماعة راهم يسعوا من اجل تمكين، مش بقى بوتفليقه. انا بالنسبه لي بوتفليقه خلاص، بوتفليقه انا منتهي من سنه 2010 ولا 2011، وقلت باللي انا ما يكملش العام، خلاص بوتفليقه هو انتهى. هما دوك الان راهم يستعملوا في اسمه، هادو راهم معولين الجناح نتاعو من اجل باش هما يزيدوا يستمروا في الوضع. هذه تيتر نتاع سانكيام موندا، تيتر قال راها
تكميلا تاع الانجازات الرئيس، بصح هما خايفين من الانتقام من الكلون هذا تاع التوفيق والجماعه نتاعو. دركا كاينين الناس صحيح. اللي راهم ضد هما، يهاجموا في نعم انيس رحماني، راهم يخدموا في الجهاز تاع المخابرات القديم نتاع توفيق، وراهم يسعوا من اجل تثبيت طرطاق ضد الجماعه نتاعو. درك هو راهو يضغط داخل هذه في الاطار نتاع الابتزاز، راه محاكمين هما ملفات على طرطاق، حاكمين ملفات على القايد صالح، ساعه ساعه يحركوا منا يحركوا منا، على جال باش هما يا اما انه عن طريق الابتزاز الجماعه هذو يوليو هما يرضخوا ويفوتوا هما هذه القضيه هذه نتاع هذه الخامسه، يفوتوها في الاجال تاعها المحدده كون كاني، ومن بعد صح. تمشي. السؤال لهنا، شكون اللي راح يقدر يدخل السلطة؟ شكون اللي كيفاش؟ يقدر يوصل للسلطة؟ شكون اللي يقدر يوصل للسلطة؟ منين؟ من الشعب ولا من شكون راح يوصل للسلطة؟ راح يكون من الحزب الحاكم. اللي يوصل للسلطة راح يكون من الحزب الحاكم، سواء كان شوف بوتفليقة ولا غير بوتفليقة. شوف، السلطة باش توصل لها لازم تكون عندك حركة شعبية قادرة على مستوى 48 ولاية، في ولازم تكون الجزائر عندك ايه، لازم تكون عندك حركه شعبيه، بمعنى انه الشعب تحرك على مستوى 48 ولايه، صح. اسمح بالاضافه لي الى استاذ، اتفضل. احنا نعرفوا شويه التاريخ، يعني ما نعرفوش بزاف تاريخ، من 62 حتى 2019 نعم، الرئيس تاع الجزائر منين يكون؟ منين كان؟ ماشي منين يكون، منين كان؟ من الجيش. خلاص، مام الرئيس اللي راح يجي بوتفليقة ولا غير بوتفليقة راح يكون من السلطة، راح يكون من عندهم، حتى وكاين كاين أسرار وكاين خبايا وكاين كذا وكاين وثائق سرية، راح يبقاو نفس الشيء، نبقاو في نفس الشيء، يعني لا، مستحيل. خايف حتى يعني حتى وتكون والله. عندك، يعني عندك شعبوية وعندك شعب وراك وعندك كذا، مستحيل باش توصل للسلطة في ظل وش راه صار الآن في الجزائر. تغيرت الامور الاخر واضح، تغيرت. شوف نقول لك، منذ المجيء نتاع بوتفليقة كثير من الناس راحوا، كثير من الناس راحوا، وراه العماري، وراه وش اسمه العماري محمد والعماري اسماعيل، وراه نزار، وراه العربي بالخير، وراه جنرال تويتي، كاينه امور جنرال تغيرت. النظام باقي، السياسه نتاع النظام باقيه، ولكن كاين اشخاص اللي راحوا. درك هذا بوتفليقة استغل هذاك الوضع، لأنه هذا الناس بحكم هو أنه الموضوع نتاعنا نتاع الابتزاز، هذا الناس هما تحت الابتزاز، كاين ملفات ضدهم، كاين دعاوى قضائية ضدهم، فهمت؟ بالتالي هو عطى لهم لا غارونتي هذه، قال ما يتمسوش، روح بسلامة بالعافية، فهمت؟ هو زين. ظرف بوتفليقة اللي خلاه درك هو يحبسه. شو هو المرض؟ لو كان ماشي المرض اللي حكمه، والله العظيم شوف، لو كان بعد العودة نتاعو هذيك من فرنسا، مانيش عارف انا واش راهو دار، كون راهو اكثر من سيف الحجاج هذاك صح بعد أستاذ، من فرنسا. نعم، احنا دوكا ما نبقاوش كما يقولوا نبقاو نبكيو على الاطلال. احنا كشعب جزائري وكطبقه مثقفه، يعني الناس تحاول نعم الان باش تلقى حلول، باش تلقى اصلاحات. احنا مابقاوش توجور دائما نبقاو نهضروا في نفس الشيء، على انه كذا نظام ونظام ونظام وما كانش كذا. نحاولوا نصلحوا انفسنا، ونحاولوا ما على باليش انا نصلحوا انفسنا، ونمدوا اقتراحات ونمدوا حلول، نمدوا حلول. أني معك. خاصة الطبقة المثقفة كيما انت، كيما كاين بزاف، يعني انا راني كيما انا كيما انت، انا ما نحطش روحي باللي راني فوق الناس، راني كيما انا كيما انت. همزة، انت عندك صفحة في الفيسبوك تقدر تدير بث مباشر وتناقش الناس، انا كيف كيف راني داير صفحة وندير بث مباشر ونتناقش مع الناس، نستفادوا مع بعضنا، الوجوه الخيرة اللي تحوش على الخير للبلاد تلتقي، تخرج خونا روابح من البرج، ويخرج خونا حاكم من الشلف، ويخرج خونا اللي كلمنا قبيل من الصيف، وهكذا تلتقي هذه الوجوه الخيرة، هذه الناس اللي راهم دركا شاركوا معنا في هذا النقاش،
يحدث التواصل، فهمت، مرة على مرة، مرة على مرة نتناقشوا في مواضيع كذا. من بعد حنا من خلال هذه النقاشات الناس راح تسمع، قال احبس، انا اليوم راني سمعت كلام عقلاني، انا راني سمعت كلام منطقي، انا راني سمعت كلام مبني على الحجة، مبني على الدليل، مش الكلام هذاك اللي مالف نسمع فيه انا، ذاك نتاع البلعيط والله نتاع الكذب والله، وهذ الناس راهم يخدموا البلاد، هذو ما راهمش يفكروا في رواحهم، وهكذا شيء بدا شيء يعني الشعب. كنت سمعت باللي كاين واحد بلي ترشح، ما ذكرش اسم تاعو، وقال لهم بلي فوالا نزوجوكم وكذا ونعطيكم لي باسبور روج وتروحوا مع البيش للخارج وكذا. الاصلاحات والبرنامج السياسي، البرنامج السياسي تاع اي شخص ما يكونش بالطريقه هذه. بيان سور. هذا كيما هذا ماشي اغراء، هذا ماشي اغراء برك، هذا يتم راه تفاهه، نقدر نقول حتى احنا راه تفاهه، لانه باش دير برنامج سياسي، باش دير، اسمح لي استاذ، لا باش دير نقطعك في برنامج، الكلمة، نقطعك في الكلمة هذه برك ونكملها. تفاهة وين؟ تفضل. تفاهة بالنسبة ليك أنت، لأنك أنت راك تخدم في عقلك. بصح بينما الناس اللي هما ما راهمش يخدموا في عقولهم، هذوك تنطالع عليهم مثل هذه الأمور. تفضل. أستاذ نقول لك حاجة بسيطة بسيطة، احنا الجزائر مش كدولة، الجزائر كقارة، نعم. لأن الجزائر ما اعتبرتش، يعني المساحة تاع الجزائر 3380 في 741 كيلومتر مربع، راهي مساحة تاع قارة، كان نهزوا مثلا 10 دول أوروبية نديروها في الجزائر، نلقاو أن المساحة تاع الجزائر تفوق مساحة 10 دول أوروبية. صح. احنا المشكل اللي عندنا هنا في الجزائر مانيش نصلحه. نعطيك مثال، الام المراه، خاصه المراه بصفه عامه، ما نقولش الام، يعني كي تصلح المراه راه يصلح المجتمع. احنا صحيح. الدول الاوروبيه، احنا مع الناس السياده الوطنيه، احنا كي نجيو نعرفوا مصطلح السياده الوطنيه على انه اقتران الاقتصاد السياسي، اقتصاد ثقافي، اقتصاد استقلال اقتصادي، استقلال ثقافي، استقلال سياسي. احنا ما زلنا في تبعيه اقتصاديه، ما عندناش اكتفاء ذاتي، ما نقدروا نديروا والو. حنا تسمى حنا باش تجي دير مشروع لازم حتى توافق عليه، حتى تكاشي عليه فرنسا، راك فاهم. نعم. حنا قانون المرأة اللي داروه في 2008، تبعني مليح باش نشوف شوية تاريخ برك. قانون المرأة اللي داروه نظن في 2008، هكذا والله 2008. ما شفت المهم، قانون حبوا يحرروا المرأة، تحرير المرأة. الدولة العثمانية، نقول شوية التاريخ برك، الدولة العثمانية باش قسموها وداروا اتفاقيه تاع 1923 و 1924، اتفاقيه لوزان. من بين بنود سريه تاع الاتفاقيه هذه هو تحرير المراه التركيه والسماح لها للخارج باش يقلبوها دوله علمانيه. على احنا مدين، تركنا الدين تاعنا ودرنا حريه، ماشي حريه المراه، لانه المراه راها كرمها ربي سبحانه وكذا، سما خسروا المراه وخسروا الام، ولهذا المجتمع تاعنا الان احنا في زد، وبعدنا عن الدين تاعنا. يعني لو نعودوا شويه للدين تاعنا برك، ونحكموا بالاحكام الدين تاعنا، والله العظيم ما تقيسنا حاجه. واش كنت نقول لك، احنا الجزائر، احنا راهي قاره، الجزائر راهي مش دوله، الجزائر راهي قاره. احنا عندنا الهوغار والتاسيلي، اكبر متحف مصنف على انه اكبر متحف في الهواء الطلق، يعني نقدروا احنا نتخلوا على البترول ونديروا كيما نقول احنا مداخل اخرى من السياحه، نديروا مداخل من الدقله، ها هاي دقله نور. ما شاء الله، اكثر تسخف فينا ولا كيفاش؟ كاين زلابيه، كاين دقله، كاين كلش. فهمت. راك شنو راه ممكن يجمع معاك؟ كاين واحد صاحبي. يا السلام عليكم. ما شاء الله، وعليكم السلام، جنان مرحبا بك. جنان لاباس؟ جنان جيت قسنطينة، ما شاء الله، ربي يبارك فيكم ما شاء الله. راكم تدرسوا في البليدة؟ لا لا، بكره كملنا الدراسة، بكره انا اساتذة. ما شاء الله، ربي يكون معكم ان شاء الله. شوف الاخ وابح، انت من البرج، من السنتر ولا من حسنوة؟ ايه حسنوة، ما شاء الله. شوف الاخ وابح، لازم نبقاو في اتصال، فهمت؟ ان وهذه شاء الله. الآراء، هذه اللي هي تفيد المجتمع، هذا هو الشيء المطلوب، هو أنه الله لازم يخليك. تخرج هذه النقب، يخرجوا هذا الشباب،
فهمت هذو الناس اللي منورين، الناس اللي عندهم عقول تفكر، عندهم آراء اللي تخدم المجتمع، عندهم أفكار اللي هي تساهم في الحوار البناء، تساهم في التلاحم نتاع الأسرة والتلاحم نتاع المجتمع، شيئا فشيئا نصنع رأي. فهمت؟ شيئا بارك الله فشيئا فيك. نصنع رأي على المستوى الوطني. خطر علاش؟ لو كان حنا نبقاو مخلين حنا هذه الفيروسات اللي راها منتشرة في الإنترنت، البيوت نتاعنا راها راح تخلى. فهمت؟ تاني راحين يستغلوها ناس ويدمروا الأسرة ويدمروا المجتمع. احنا ما يبنى ما عندناش قال مثلا مؤسسات راها واقفة من ورانا، ما عندناش أموال، عندنا هذه الوسائل نستغلوها من أجل التواصل. فهمت؟ نتواصلوا مع بعضنا البعض، وحدة 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 وحدة، لما لا؟ لما لا احنا ما يكونوش ناس هكذا من الشباب يترشحوا؟ لما لا ما نحاولوش نغيروا يا سيدي، نغيروا في الخطاب. فهمت؟ التغيير هذا مش غير وي فقط من ناحية السلطة، نغيروا في الخطاب، نغيروا في الأسلوب، نجيبوا خطاب جديد، ما أنا تابعين للسلطة، ما أنا تابعين للأحزاب. شباب ناس ترباوا بالروح الوطنية في الجزائر، غايظتهم الجزائر، راهم يشوفوا في دول كانت من ورانا وصلت إلى ما وصلت إليه في كل المجالات، في الصحة، في النقل، في التعليم، في الرياضة، في كل المجالات. وإن أنك أنت تشوف في القرن ال21 تشوف ناس مازالهم في الجزائر يتنقلوا بأشياء بدنية، تشوف المستشفيات تقول سبحان الله كيف. نحاولوا احنا أستاذ نغير. والله نعم والله العظيم، غير نقول لك حاجة، غير كاين في الجزائر اللي ما يعرفش حتى شكون اللي راه رئيس. كاين في الجزائر كاين مناطق نائية، كاين مناطق اللي ما عندهمش الانترنت، كاين مناطق اللي ما عندهمش الضوء، ما عندهمش تريسيتي، الغاز ما ما كاين. عندهمش الغاز، كارثة عظمى يعني بأتم معنى. مش حبيت نقول لك احنا لو نستثمروا فقط بركة في الشباب تاعنا، نستثمروا في وش عندنا كطاقات، وش عندنا كطاقات ممكن نوضوا بالجزائر. لكن احنا حب النفس نقدر نقول، احنا نعطيك مثال بسيط جدا، السيارات، طوموبيلات. انا كشاب جزائري في عمري 28 سنه مثلا، ما عنديش سياره ونحلم باش ندير سياره. علاه؟ باسكو احنا منعونا من الاستيراد. احنا كانت السياره مثلا بسيط جدا، طوموبيل كانت تدير 80 مليون دقيقه، برك طوموبيل كانت تدير 80 مليون. قال لك ما نستوردوش احنا السيارات، احنا نجيبو نخدمو احنا طوموبيلاتنا، قادرين نخدمو طوموبيل، ولو انه تركيب بركه. طوموبيل ولات تسوى 200 مليون. علاه؟ هذه سرقه مقننه، نقدر نسموها احنا كسرقه مقننه ضد الشعب الجزائري، الشعب المغلوب على نفسه. يعني قلب راه معمر استاذ. شوف فقط برك باش ندير لك شويه كوراج برك. شوف انا هاني في فرنسا ما عنديش سياره. كوم بصح تحب ديرها والله نمشي برجليه، والله غنحس بواحد المتعه كي نكون نمشي، وكيما ايها الناس نحس بروحي راني 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 حاجه اخرى. فهمت؟ عادي جدا. نقول لك اسمع، علاه الرسول كانت عنده الكات كات؟ والله بينا شوف نقصد، بصح شوف مرة مانيش عارف، أبو بكر الصديق وقيل رضي الله عنه خرج من شدة الجوع، من شدة الجوع، تخيل هذا رسول الله، أو مش ولد، مش ولد رئيس حكومة، أو مش ولد وزير، أو مش ولد رئيس بلدية، هو رسول الله. قادر شوف، قادر ربي يجيب له وش يحب. خرج يتلوط من شدة الجوع، يلتقي هو أبو بكر الصديق، سأله قال له ما الذي أخرجك يا رسول الله؟ قال له الذي أخرجني هو الذي أخرجك. خرجوا في زوج يتلوطوا من الجوع، رسول الله واحد من الخلفاء نتاعو يخرج يتلوط من الجوع. حنا درك شو اللي راه ما كانش القناعة، ما كانش. فهمت؟ وهذه السيارة صحيح هو أنه الإنسان يقضي بها كيف حوايج والله يتلوط؟ بيه. إيه مليح هو أنه الإنسان يقضي بها حوايج والله، بصح السيارة ما هيش اللي تدير السعادة والله،
الله دير الوسمو وربي ان شاء الله يفتح عليك، فهمت؟ ما تقنط، ما والو، ربي يفتح عليك، يجيب لك ربي باب من الابواب من حيث لا تحتسب، يفتح عليك ربي وان شاء الله هو تعشب بوحده باجيرو. ان شاء الله. استاذ نعم معليش تعليق برك على عبد القادر بن مبروك، قال لي في افضل تعليق: يا من تدعي ان خروج المراه وافسادها هو سبب تخلف في دمارنا، في نفس الوقت تدعو الى عدم الاعتماد على البترول ويجب الاعتماد على السياحه. اذكرك ان لا سياحه بلا جنس. يعني شوف شوف، احنا هضرنا في موضوع هو فهمني يعني الفهم تاعو كان خاطئ الموضوع تاعي. يعني اول حاجه تحدثت انا قلت على الدين، قلت احنا ما لازمش تخليو على الدين تاعنا. اصبر اصبر صبرني صبرني، ان هذا الناس نعرف الاساليب تاعهم سواء كان بقصد او بغير قصد. شوف، ما لازمش انت تطيح في البياج نتاعهم، لا فهمت؟ عادي عادي جدا. هو دوك راه يشوف فيك، اصبر، هو دوك راه يشوف فيك، يشوف فيك لحيه، واللحيه وما وراءها. وهذا الناس كاينين اللي هما يدخلوا في مثل هذه النقاشات من أجل تحريف النقاش، ومن أجل إظهار الإسلاميين والناس اللي عندهم توجه إسلامي والمسلمين على أساس أنهم ناس متحجرين وناس متخلفين وناس متقوقعين وناس الفكر نتاعهم محدود. بالتالي أنت ما توقعش في الفخ نتاعهم، فهمت؟ احنا والله يا الموضوع استاذ، والله الموضوع يا تاعنا هو استاذ، الابتزاز. ابتزاز ما لازمش بارك الله فيك. تنجر من وراه، ما لازمش تنجر، والله يا لانه استاذ، كاين هما انه انت راك تحكي في موضوع هو يحب يجبدك الموضوع، ويحاولوا من خلال التعليقات، عندهم ناس مكلفين بالتعليقات من اجل تحريف من النقاش وباش يديوه لجهه واحده اخرى. ركز على الموضوع اللي هو الابتزاز، وإذا كان مرة على مرة بدأ مثلا جبت مثال وما ديك ما فيش مشكلة، لا المهم ما تنجرش استاذ. وراء الاسم نتاعهم. مش حابين نقول لك استاذ، والله يا استاذ، غير حبنا كبير للجزائر، يعني ما نعم عندناش، حتى بوتفليقة. انا واحد من الناس يعني كشخص، والله ندعي له ربي يشفيه على كل حال. كيفاش؟ ندعي له قلت لك، حتى بوتفليقة كرئيس جمهورية، لانه احنا الخروج الحاكم، احنا انا واحد من الناس، الخروج على الحاكم ما يجوزش، لا يجوز، ندعي له بالشفاء. لكن احنا ندعيو اللي راهم حاكمين السلطه وباسم بوتفليقه، ندعيو لهم ان شاء الله، ندعيو لهم ان شاء الله ربي يهديهم على كل حال. هذه اللي حبيت نعرف. الأخ اللي أمين أمين قلت لي باللي بصح عبد عايش القادر من عايش عايش كريم، وانت راك عايش عيشة نتاع طحاحنا يا خويا، كون راجل وعيش عيش كريم. هذا هو الجواب تاعي ليك الأخ أمين، كون راجل وعيش عيش الكرامة، ما تعيش عيش طحاحنا. اصبر تشوف. فهمت استاذ. لا، ما شوف نقول لك، يتلوط هذه كلمة احنا نقولوها بالدارجة، فهمت؟ انت فسرت على قوم لوط، لانه العقل نتاعك كنت قبيل تتكلم مع الاخ الجنس، والان زدت عاود تذكرت الكلمه هذه، مع انت باللي الفكر نتاعك انت راهو في الجنس. ربي ان شاء الله يفتح لك راسك ويفتح لك عقلك، ما فيش مشكله اخويا، اتمنى ان اكون مخطئ، ما عنديش مشكله. اخ امين، وعليكم السلام ورحمه الله. اصبر تشوف الاخ هذا رمضان قال لك: لي جون دو نو جور سون فرستري اي بريفي دو بوكو دو شوز، اكزامبل لومبلوا se fait sentir et le pouvoir. Le C n'agit pas. Quand il n'avait pas la démocratie, le peuple se souffrait. Voilà le مشكلة الأخ.
الاخ امين، مهم هذاك الاسم نتاعك. انا على بالك شوف نقول لك، لما نكون نتكلم مع واحد كيف ما راهو يكلم فينا الان الاخ رابح، راني على بالي بروحي باللي راني نتكلم مع جزائري، راني نسمع فيه وراهو يشوف فيا. الحديث نتاعي معاه يختلف لما تكون انت تتكلم مع واحد ببسودو ويقول لك في كلام. دوك لما نعرفك انا راح نبدل ربما النظرة نتاعي. أنا بالنسبة لي كل الناس اللي هما ما يتكلموا نتعامل معاه وفق السؤال تاعه. كاين اللي ربما السؤال تاعه يكون هو راهو ربما يعني نيته صادقة، ولكن كاين في المقابل كاين الناس اللي هما يديروا أسئلة مفخخة وإلى غير ذلك. يا خويا ربي يبارك فيك، أنا مبادلك الاحترام. المهم باش نختموا المداخلة هذه، كاين معليش. المهم الإخوة هذوك رانا غدوة إن شاء الله نكملوا معاهم. تفضل الأخ روابح كش ما تزيد تضيف لنا ونختموا مع بعضنا، كش ما راهو الأخ صاحبك اللي راهو معك كش ما يزيد يقول لنا كلمة. أنا أسف أنا هيرقد. المهم معذرة. إذا الأخ رابح إن شاء الله نختمه هذا إن شاء الله. بارك الله فيك شيخ نور الدين. ربي يبارك فيك، ما تقول كلمة أخيرة ونختمه لأنه عندي الباتري ثانية راح تحبس تاع الهاتف. معليش، المهم قلت لك إن شاء الله احنا نتمنى الخير للبلاد هذه، هذا واش نتمناه. برك ربي يبارك فيك. هذه شكرا عايش السلام عليكم. رابح، إن شاء الله نلتقي في فرص واحدة أخرى. ربي يحفظك. الله، السلام ربي عليكم. مع يبارك فيك. السلامة. شكرا وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا. إذن الإخوة والأخوات، أتمنى هو أن رانا أفدناكم بهذا الدردشة وهذا النقاش. كان عبارة عن مداخلات نتاع إخوة، كنا نناقش في هذا الموضوع نتاع الابتزاز، ولو أنه يعني ربما ما مشيناش بشكل منهجي، لأنه مرات يكون فيه مداخلات، واحد يدخل واحد ما يقدرش يدخل، مرات تعليقات إلى غير ذلك. نحاول إن شاء الله في المستقبل ننظم أمورنا أحسن. عندي وقت كثير ما درتش البث المباشر. نحاول إن شاء الله في المستقبل نناقش مواضيع واحدة أخرى، ونطلب من الشباب. الحمد لله اليوم رانا شفنا مجموعة من الشباب، ناس واعيين يعني في الغالب هكذا. حاولوا إن شاء الله في المستقبل ناقشوا مواضيع مختلفة. بإمكانكم هو أن تقترحوا المواضيع على الصفحة، سواء من خلال الرسائل الخاصة أو من خلال الاتصال بي، ونحاولوا إن شاء الله ناقشوا مواضيع بعيدا عن التضليل تاع الإعلام هذاك، وبعيدا على هذاك التطرف هذاك. نحاولوا ناقشوا مواضيع بأسلوب هادئ، بأسلوب منطقي واقعي وعقلاني، باش نفيدو المجتمع نتاعنا ونفيدو البلاد نتاعنا. تحياتي لكم جميعا، كل واحد بالاسم نتاعو. شكرا لكم جميعا على التعليقات نتاعكم، وإن شاء الله نلتقي في برامج واحدة أخرى. إلى ذلك الحين، تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.